السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. في ناس كتير حضرت من حضراتكم معانا، وفي ناس لسه أول مرة تحضر معانا. مع حضراتكم دكتور إبراهيم عاشور إبراهيم، ماجستير تكنولوجيا الحيوية كلية العلوم جامعة دمياط. حصل على المركز الأول على مستوى الوطن العربي السنة اللي فاتت في التكنولوجيا الحيوية، كانت مسابقة عن في التكنولوجيا الحيوية على مستوى الوطن العربي، شكت أكتر من 90 جامعة. الحمد لله حصلت على المركز الأول فيها البوست جرادويت او البوست دي في التكنولوجيا الحيويه. الحمد لله شاركت اكتر من 53 مؤتمر ليا، طبعا مش هنقول بحث في النشر الدولي، ولكن نشر اكتر من بحث فيه سواء كان لوكال او انترناشونال، الحمد لله رب العالمين يعني. والذكاء الاصطناعي اتكلمت فيه كتير جدا جدا، مش اول مره اتكلم فيه النهارده، لا ده انا اديت فيه اكتر من دبلومه، يمكن 3 4 دبلومات في الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالبحث العلمي سواء كان في مصر او في ماليزيا وفي دول مختلفة زي العراق. برضو شرحت معاهم محاضرة أو محاضرتين، وفي مصر في المركز القومي للبحوث، بس كله طبعا أونلاين. وفي محاضرة إن شاء الله في شهر 6 هيكون برضو في العراق في جامعة الشرق الأوسط على ما أتذكر، يعني في مركز هناك كانوا داعيين يعني إن شاء الله. وأول ما الإعلان ينزل هنقوله للجميع وننزله للجميع يعني. وإن شاء الله في دبلومات طبعا شغالين فيها حاليا، سواء كان دبلومة في الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالبحث العلمي، وفي دبلومة تانية متقدمة علاقة الذكاء الاصطناعي بالبحث العلمي والتحاليل الإحصائية، بنتكلم عن كل جزء في التفاصيل. محاضرة النهاردة احنا لما اتكلمت انا ودكتورة ناس اتكلمنا فيها، قلنا قلت لها دكتورة احنا هنكتب المحاضرة عامة كده اللي هو ايه، حلقة نقاشية، يعني اللي انا النهاردة مش جاي اشرح كل حاجة، انا ما عنديش مشكلة اشرح مش ساعة ولا ساعتين، 10 ساعات مفيش مشكلة خالص، بس النهاردة انا جاي اغطي حاجة مختلفة خالص، جاي اقول ان النهاردة هتكون حلقة نقاشية. انا عملت حاجة زي كده في ماليزيا في رمضان ده، من كام 25 رمضان 26 رمضان، عملت حلقة نقاشية والحمد لله الناس استفادت منها كتير وكانت ممتعة يعني. يعني انا احب يكون الموضوع تفاعلي حتى لو انا بشرح، لكن محاضرة النهاردة هتكون مختلفة شوية، هتكون حلقة نقاشية، يعني هتكلم بتاع ربع ساعة أو تلت ساعة عن الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالبحث العلمي في كل جزئية والكلام ده كله، مميزات والعيوب. بعد كده أنا اللي هتلقى أسئلة من حضراتكم، وعلى أساس الأسئلة هبدأ أشرح. فاهمين الجزئية دي؟ أعتقد إن الجميع وصلوا للجزئية دي، إن أنا هبدأ أتكلم بوجه عام، وبعد كده حضراتكم هتبدأوا، اللي عنده سؤال اللي عنده استفسار في أي جزئية هيسأل وأنا هجاوب. إذا مفيش أسئلة كافية أنا هبدأ أتكلم على موضوعات معينة في الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالبحث العلمي. تمام يا دكاترة؟ تمام فهمي. طيب هنتكلم على بعض الملاحظات في الذكاء الاصطناعي. الملاحظات دي تعتبر كنز، ودي أنا مجمعها خبرتي في الذكاء الاصطناعي، شغال في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، شغال في علاقة الأدوات والكلام ده، يمكن من شهر 11 اللي فات أو 10 اللي فات، بتاع 10 ل 23 يعني، مش اول شهر. وديت في الحمد لله رب العالمين 3 و4 دبلومات في مصر وخارج مصر، وحاليا برضه شغال فيه. فالملاحظات دي تعتبر كنز، ودي مشاكل الناس وجعت فيها، فيا ريتني اركز فيها بغض النظر عن الشهادات وتسجيل المحاضره والكلام، كل ده هتاخدوه شهادات. اللي عنده اي مشكله في الشهاده بتاع المحاضره دي او المحاضرات اللي فاتت او اي حاجه يتواصل معايا، وهعمل له شهاده لو عايز 20 شهاده في محاضرات مجانيه مختلفه عشان يكمل بيها الورق بتاعه في البوزيشن والكلام ده كله، انا تحت امره. انا ودكتور ناس مش بنتاخر على حد، هو احنا مش بنبيع شهادات، خد بال حضراتكم، بس الفكره اللي انا عايز اقولها عايزين نستفاد مع بعضينا، عشان طبعا فينا ناس من حضراتكم كتير اساتذه، مش هينفع نقول ايه استفادوا منا، ده اساتذتكم اكبر مني سنا والكلام ده، فهنستفاد مع بعضينا ونتعلم مع بعضينا. في مجموعه بروكوشن كده يا ريت ناخد بالنا منها، اهي هي اول حاجه الذكاء الاصطناعي سواء كتبت بيه، يا ريت نركز قوي 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 في الجزئيه دي، حضرتك استخدمت الذكاء الاصطناعي ما استخدمتش الذكاء الاصطناعي اي حاجه لازم تراجع البحث بنفسك. طب انت بتقول لي كده كده احنا بنراجع، هقول لحضرتك الكام شهر اللي فات دول ساعه ما الذكاء الاصطناعي ظهر في اكتر من مجموعه باحثين على مستوى الوطن العربي بل على مستوى العالم، وقعوا في كارثه. الناس بتخش على الذكاء الاصطناعي اي اداه سواء حضرتك تعرفها او ما تعرفهاش، سواء اداه عامه زي شات جي بي تي وبينج ويو والكلام ده كله، او ادوات سبيسيفيك زي السيرش رابت او الليسيت او الليت مابس او غيره من الادوات دي، لازم ان حضرتك بعد ما تستخدمها تراجع وراها، لازم تراجع وراها، حط تحت كلمة تراجع وراها مليون خط، لان هم اصلا قايلين من الكوبي رايت بتاعتهم كده راجع ورانا شغلنا، سواء استخدمتها في السيرش او استخدمتها في الرايتنج او استخدمتها في البرافريزنج البلاجريز الاي ديتكشن، تراجع ليه؟ اراجع ليه؟
تراجع لأكتر من سبب، ممكن يبقى يكون فيها أخطاء وارد تغلط، وارد بنسبة 90%، لأن ما إحنا كبشر بنغلط. دايما كده في مثل بالبلدي بيقولوا له إيه، ده القلم بيغلط، فما بالك بينا إحنا؟ لا، فما بالك بقى بالأداة الذكاء الاصطناعي. فالناس بتقع في كارثة. يمكن كل معظمنا عارفين إن الناس اللي بعتت لي المجلة، في المجلة كانت على السيفير، الناس بعد باحثين بعتوا لها البحث واتقبل، وعدى من الريفيور وعدى من الاديتور، والبحث نزل وكان مصيبة، والبحث اتشال اترفع. ممكن عملوا كمان مشكلة، السيفير نفسه عمل مشكلة مع المجلة والكلام ده كله، فحصل لبس. دي اللي بيكون كلنا عارفينها. يمكن في بعض مشكلة حصلت بقى قريب جدا، كانوا مجموعة باحثين من الكيان الصهيوني ربنا ينتقم منهم، اللي عاملينه في فلسطين ربنا ينتقم منهم يا رب. المهم مجموعة الباحثين دول كانوا في تخصص ما، نشروا بحث الراجل واخد من الشات جي بي تي او من اي ده من الذكاء الاصطناعي، وحط كوبي بيست. كانت فضيحه، حرفيا كانت فضيحه في الجزئيه دي. انا لما شفت البحث، الكيان الصهيوني ربنا يلعنهم متميزين في جزئيه، في بعض الحاجات في البحث العلمي تخصصتهم، الناس واخده من الشات جي بي تي كده، لما تيجي تسال سؤال للشات جي بي تي او اي ده بيقول لك ايه، بالطبع كذا كذا، خد الداتا بتاعتك، سيرتلي سيريو ارز داتا، ويبدا يرسل لك الداتا. خدت بال حضراتكم؟ الناس واخدينها كوبي بيست كده وحاطينها في البحث، اتكشفت بعد ما البحث نزل. فدايما بقول في المحاضرات المجانيه، في المحاضرات المدفوعه، في الدبلومات، في اي لقاء ليا سواء كان اونلاين او اوفلاين، يا دكاتره لازم نراجع ورا الذكاء الاصطناعي. في الريسيرش اثناء الخطوه ان انا ابحث واجمع داتا سواء كان بيبر او كتب او الكلام ده كله، ببدا اراجع وراه. طب ده اول حاجه. الحاجه الثانيه في الرايتنج، ببدا اشوف هل هو اصلا كاتب في الموضوع ولا كاتب بدماغه كده. هل هو لما يجيب لي من بيبر معينه، هل هو فعلا جايب من بيبر ولا جايب بس؟ يعني في بعض المواقع، وان شاء الله هنتكلم عنها بالتفاصيل النهارده، ان في بعض المواقع تديها العنوان تبدا تكتب، والناس تاخد الحاجه كوبي بيست وتودي. لا، دي كارثه. اعمل ايه؟ اراجع، ابدا اراجع على الكتابه، اراجع في الموضوع بتاعي، اراجع على الريفرنس نفسه، لان ممكن وارد يديني ريفرنس فيك. وارد، اقول لك وارد 1000000%. كنت في احد الدبلومات في ماليزيا، الدكتور بيقول لي ايه، طب ما ممكن البحث يبقى في المرجع بعد ما يكتب ممكن يبقى فيك. قلت له ده مش ممكن، ده 1000000%. تعال راجع كده. رجعنا في بعض المواقع، بعض الريفرنس، اعطى ريفرنس محترم والدنيا تمام. في بعض الريفرنس طلع فيك، قلت له، قال لي طب ايه الحل هنا؟ قلت له الحل ما تاخدوش، خش خد الريفرنس اللي بعده، وهنتكلم عن ده بالتفاصيل واحدة واحدة إن شاء الله. فأول حاجة في محاضرة النهاردة لازم ناخد بالنا منها، ويا ريت نفيد بعضنا بيها، أراجع ورا الذكاء الاصطناعي. ودي مش عيب إن أنا أراجع وأطلع شغل محترم. طيب الحاجة التانية، أنا لما أسجل على أدوات الذكاء الاصطناعي، الدكتورة مها أو غير الدكتورة مها، الجميع دايما بيقول إيه، أنا لما أخش محاضرة الذكاء الاصطناعي أو أشتغل بذكاء اصطناعي، هل هدفع للأدوات ولا لأ؟ ولو قلت لي لأ، إيه الدليل بتاعك؟ أقول لحضرتك، انا دايما في شغلي ما بتكلمش غير على الادوات المجانيه، ما بتكلمش على اي اداه مدفوعه اطلاقا. ليه ما اتكلمش على اداه مدفوعه؟ لان حضرتك بالخبره، ستيب باي ستيب، هتلاقي ال 24 ساعه في ابديت للادوات الذكاء الاصطناعي، ففي بيطلع مجاني افضل من المدفوع. ومثال بسيط كده خالص، الشات جي بي تي في منه 3 ونص وفي منه 4، 3 ونص مجاني، 4 بيبقى مدفوع. حد يقول لي طب ما 4 بيدي مميزات اكتر، هقول لحضرتك مع اثناء مرور الدبلومه او غيرها، بدي حاجات الجي بي بتاعها، الجي بي تي بتاعها 4 و5 و6. انتوا عارفين يعني ايه 4 و5 و6؟ 6 يعني بيجيب لي طول ما ال 24 ساعه ابديت، يعني انا سنه 24، احنا النهارده في شهر كام؟ في شهر 22 4، ابحاث اللي نزلت النهارده بياخد منها وبيديها لك كمرجع، يبقى ده ابديت ال 24 ساعه. 23 للسنه معينه في الكتابه والكلام ده، 22 للسنوات اللي قبلها، وهكذا، و19 واللي قبلها. فدي كله ده مجاني. فانا دايما بتكلم عن الادوات المجانيه، ما بتكلمش على الادوات المدفوعه. واي حد من حضراتكم دلوقتي او بعد كده، بعد اسبوع، بعد سنه، عنده اي مشكله في اي جزئيه، انا تحت امر الجميع. تمام؟ فانا دايما بستخدم الادوات المجانيه، ودي الميزه على فكره. ما حدش يروح يقول لي طب ما المدفوع ليه ميزات، واحد اتنين تلاته، اقول لحضرتك ان في مجاني افضل من المدفوع مهما كان، في شغل الرايتنج او السيرشنج، مهما زي ما سيادتك عايز. يبقى دايما بستخدم الجزء المجاني. طيب حد هيقول لي ايه السؤال اللي انا دايما بسمعه؟ معلش انا هبدا اسال لنفسي مجموعه اسئله وهجاوب عليهم، لان دي من واقع خبرتي والاسئله اللي جت لي كتير، وبعد كده هشوف اسئلتكم. حد يقول لي ايه، طب ما اصلا يا دكتور لما حضرتك
انا هستخدم مجموعه الادوات المجانيه، هو بيدينا عدد مرات معينه، يعني 3 مرات 4 مرات في الشهر، 5 مرات في الشهر، مرتين في اليوم، الكلام ده انا انجح في الجزئيه دي ازاي؟ عايز اتغلب عليها. اقول لحضرتك دوري انا هنا كمدرب بقى، ابدا اقول لحضرتك ايه اثناء شغلي، ببدا اجمع مجموعه ادوات 5 او 10 ادوات في الجزئيه الواحده بتعمل نفس الوظيفه، ولكن كل واحده بتتميز عن الاخرى في حاجات معينه. يبقى انا بعمل ايه؟ وليكن في شغل الرايتنج بريفرنس. تقول لي يعني ايه رايتنج بريفرنس؟ يعني الكتابه بريفرنس. تقول لي طب ايه الفرق؟ هقول لحضرتك ان في مجموعه ادوات مثلا في الكتابه بتكتب من غير ريفرنس، وفي بيكتب بريفرنس، وفي بيطلع مجموعه ادوات بتطلع افكار، وفي مجموعه ادوات ايه حضرتك عندك عنوان وعايز تعمل له اعاده صياغه، او عندك عنوان وبحث وما عندكش الكيوردز، مش عارف تطلع الكيوردز، والكيوردز بتاع البحث مش اي حد يجيبها على فكره. يعني بشوف دايما، بس مش عايز اتفرع في اجزاء كتيره، بشوف دايما لما تيجي تبعت بحث الاقي او معظم الابحاث اللي منشوره الاقي ايه، الاقي بعض طبعا مش بقول كل، بعض الناس واخد الكيوردز من البحث نفسه، عنوان البحث نفسه. اقول له لا ما تاخدوش من عنوان البحث، حضرتك لازم يكون في ابداع. تحط انت الهدف من الكيوردز ايه؟ عشان انا في تخصصي لما اجي ابحث عن بحث معين يطلع لي البحث بتاع حضرتك فيحصل له سيتيشن، فبالتالي الاتش اندكس بتاع حضرتك يزيد. فالكيوردز لها ميزه على فكره، هو مش اي حاجه بنمشي حالنا بيها. ففي بعض ادوات الذكاء الاصطناعي بتعمل لي كيوردز، في بعض ادوات الذكاء الاصطناعي بتعمل لي اعاده صياغه للعنوان، لا بعضها بتطلع لي افكار، بعضها بتعمل له صوره، الكلام ده كله. فالموضوع مش عشوائي زي ما احنا متخيلين، اداه بتعمل لي شغل والكلام ده كله. طب هنرجع للنقطه الرئيسيه، انا لو عندي مجموعه ادوات بتعمل لي ليا 3 4 مرات مجاني فيها، اتغلب عليها ازاي؟ اقول لحضرتك تتغلب عليها ان لو عندك اداه بتعمل نفس الوظيفه، انا بديك 5 6 ادوات 10 ادوات عمرك ما هتخلصهم في الشهر، لو كل واحده بتديك اربع تايمز 4 مرات، 4 في 10 ب 40 مره، ده انت كده برنس زي ما بيقولوا باللفظ الدارج كده، مش هتستكفاها اصلا. طيب دي حلينا فيها. هتقول لي حضرتك ان في بعض اضافه بقى على الكلام ده كله، في حد من حضراتكم سواء هنا او في الدبلومه ناس بتحضر من مصر، وناس بتحضر من الجزائر، وناس من المغرب، وناس من يعني من جميع انحاء الوطن العربي، وفي ناس من خارج مصر على فكره، كان من خارج الوطن العربي، كان في كام واحد حاضر معانا من ايطاليا والمانيا والكلام ده، وكنا الحمد لله بننجح في توصيل المعلومه الحمد لله رب العالمين، يعني هم بيشهدونا بكده بعد ربنا. طيب اتغلب على الجزئيه دي ازاي؟ هقول لحضرتك احيانا تلاقي بعض الادوات متاحه في مصر مجاني ومش متاحه في العراق، في بعض الادوات في العراق ومش متاحه في سوريا، في سوريا ومش متاحه في الاردن، في الاردن ومش متاحه في السعوديه. انا بتغلب عليها ازاي كمدرب؟ ببدا اجمع مجموعه ادوات. حضرتك كمتدرب لابد ان اقل حاجه يوصل لك 5 6 ادوات في كل جزئيه. طب والباقي تقول لي مش متاح عندي ادفع له، اقول لك ما تدفعلوش، خش على ده اللي بعدها. النهارده اقرب الايام حد بيقول لي من المملكه انا الشات جي بي تي مش متاح عندي، النهارده يمكن على الساعه 5 المغرب كده او 4 العصر او 5 المغرب، قلت له مش مشكله سيب الشات جي بي تي خش على بويو يو دوت كوم، كل الادوات دي كلها غير الشات جي بي تي، خش على بينج، خش على غيره، دي ادوات عامه. فالموضوع انا مش معنى في مصر مثلا كلاود مش متاح مجاني اعمل ايه؟ انا خلاص اقف عليه؟ لا خلاص شيل كلاود، حتى لو هو اكسبيرينس في الجزئيه بتاعته في حاجات هيجيبها افضل منه بكتير. خدت بال حضراتكم؟ طيب حلو الكلام ده. يبقى انا لو عندي مجموعه ادوات استخدمها مجاني، في اداه ما تدينيش غير 3 4 مرات، اعمل ايه انا عشان اتغلب على الجزئيه دي؟ ابدا انا كمتدرب اشوف اكتر من اداه بيعملوا نفس الوظيفه. طيب حد يقول لي طب اما يعمل نفس الوظيفه اخد منهم واحده؟ اقول لحضرتك لا، ده في كل واحده بتميز عن الاخرى، وهنتكلم عن ده بالتفاصيل. طيب دي جزئيه. طب انا بقى كمتدرب او كباحث هل اسجل في كل الادوات؟ هقول لحضرتك في خطوتين مهمين جوه في التسجيل. حضرتك او حضرتك ما تسجليش بكل اللينكات اللي عندك او كل الايميلات اللي عندك، هو ماكسيمم ايميلين. ما اروحش الاقي باحث عنده 5 6 ايميلات يخش كلهم بيهم على الذكاء الاصطناعي. ليه؟ ليه ما اخشش بيهم كلهم؟ علشان لحد الان انت مش حضرتك مش عارف خطورته ايه؟ هل هو هيستخدم الداتا بتاعتك ولا مش هيستخدمها؟ فعلى الاقل خلي ايميلين متخصصين للذكاء الاصطناعي واستخدمهم مجاني. بمناسبه الذكاء الاصطناعي يا دكاتره، سواء حضرتك تستخدمه او ما تستخدموش، ده واقع مفروض علينا، ده واقع مفروض علينا. ايلون ماسك من كام يوم قال لك ايه في الجمله بتاعته؟ قال اتوقع، ما قالش بقى اتوقع، لا ده قال الذكاء الاصطناعي هيفوق ذكاء البشر. بيل جيتس رئيس شركه مايكروسوفت قال ايه من كام شهر؟
قال لي ان الخمس سنين الجايين دول كله الذكاء الاصطناعي هو هيكون لغة العصر، وانا كنت متفق معاه في الجزئين. فده الواقع المفروض علينا. حد يقول لي انا مش عايز اتعلم براحتي، من 2004 ومن قبل 2004 التحاليل الاحصائيه كانت بالورقه والقلم ونسطر ونعمل جداول ونشتغل. النهارده ايه؟ انا ما انكرتش ان بالورقه والقلم، ولكن النهارده انت عندك ادوات او برامج زي الاس بي اس اس والايفيوز والمينيتاب والار والبايثون، ولو رصيت من هنا للصبح مش هنخلص. بل بعض المجلات بتفرض عليك تشتغل بانهي تطبيق، الاس بي اس اس ولا الار ولا الميني تاب ولا الجراف بدريزم عشان بيطلع جراف كويس والريزوليوشن بتاعه عالي، ولا ايه بالظبط، وتبدا تعمل الشغل بتاعك. طب لا انا مش هستخدمه، البحث بتاعك هيترفض لان في حاجات بتفرضها عليك. والرسم الفيجرز اللي هو هتستخدمها النهارده بيقول لك لا انت استخدم لي البيرندر عشان برنامج انترناشونال والكلام ده. اهو نفس الموضوع الذكاء الاصطناعي. في شهر 11 لما اعطيت اول دبلومه اديتها في شهر 11 اللي فات ده، هو كان الزملاء بيقولوا ايه الباحثين، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الذكاء الاصطناعي داخل في كل حاجه في الابحاث بتاعتنا والكلام ده. وانا لما اجي ابعت للمجله تقول انت مستخدم ذكاء اصطناعي، قال حل، هل هيبقى لها حل؟ قلت له اه هيبقى لها حل. طب ازاي؟ قلت لهم انا متوقع، والله بنفس اللفظ كده قلت لهم كده في شرح 11، انا متوقع ان الجامعات والمجلات هيكون لها للابحاث نسبه اي اي، زي ما هو في نسبه بلاجاريزم، مجله تقول لك انت ليك نسبه اقتباس 20%، مجله ثانيه تقول لك 15%، مجله ثانيه تقول لك اخرك 10%، الذكاء الاصطناعي يقول لك نفس الموضوع. والكلام ده هيأكد حد من العراق ان مجلس الجامعات في العراق، مجلس اتحاد الجامعات في العراق سمحوا بنسبه ذكاء اصطناعي 15%، والا ان تكون الذاكره خانتني بس على ما اتذكر 15%، وناس من العراق اللي متاكدين يقولوا لنا على الشات. في مصر لحد الان انا مش عارف سمحوا ولا لسه ما سمحوش. المجالات هتسمح، والنهارده في شهر 4 24 ان شاء الله على ما تخلص السنه وقبل ما تخلص السنه هيقول لك في نسبه اي اي في الابحاث بنسبه كذا، ما تزيدش عن كذا. وهننتقل من الجملتين دول لجمله جميله جدا جدا جدا، انا خلصت بحث بتاعي. معلش النهارده حلقه نقاشيه هنتكلم فيها كتير، بعد كده هبدا اتلقى اسئلتكم، وعلى اساس اسئلتكم ابدا افتح برامج وادوات ونشتغل. هنبدا نتلقى الكلام ده كله. طيب انا النهارده خلصت بحث، دكتور سين خلص بحث وما استخدمتش فيه ادوات ذكاء اصطناعي خالص. اعمل ايه؟ ابعت للمجله ولا ابدا اشوف اي اي ديتكشن؟ اقول لحضرتك وانت مغمض كده ابعت للمجله. تمام، بعت للمجله، في حل من الاثنين. المجله هتقول لك حضرتك استخدمت الذكاء الاصطناعي او ما استخدمتش، يبقى الف لا ابيض لا اسود، استخدمت او ما استخدمتش. طب استخدمت هتقول لك بنسبه قد كذا وفي الحته الفلانيه وقللهم، خلصنا. طب ما استخدمتش هتقبل البحث ده من نسبة ايه؟ بمناسبة الاي اي. يبقى انا خلصت بحث وظبطت ومية مية، اعمل اي اي ديتكشن ولا ما اعملش؟ اقول لحضرتك وانت مغمض كده ابعته للمجلة، والمجلة هتقول لك انت استخدمت ولا ما استخدمتش، طريقين ابيض لا اسود، استخدمت هتقول لك استخدمت في الحتة الفلانية وهتعمل لك عليهم، هتظللهم والدنيا تبقى تمام وهتشتغل. طب ما استخدمتش هتقبل من ناحية الاي اي تقبل. طيب اذا استخدمت يا دكتور هقلله ازاي؟ اذا استخدمت هقلله ازاي؟ قبل كلمة هقلله، طب انا اصلا من البداية شغال بذكاء اصطناعي، من البداية شغال بذكاء اصطناعي، ازاي اقلل الذكاء الاصطناعي؟ ودي هتودينا لسؤال محترم جدا جدا دايما اشوفه على السوشيال ميديا، واللي ليه واللي مالوش يتكلم، في فرق يا دكاترة بين الاي اي وفي فرق بين البلاجريزم، ده حاجة وده حاجة تانية، دي طريق ودي طريق تاني. الاقي ناس تقول لك ايه انا نسبه الذكاء نسبه البلاجاريزم عندي عاليه، اقللها ازاي؟ الاقي ناس بعت لها كده برامج خاصه بالبلاجاريزم، هو اصلا عنده مشكله بالبلاجاريزم، تبعت له ادوات خاصه بالذكاء الاصطناعي، ماليش دعوه جدا خالص. طب ايه الحل؟ حضرتك هتشوف البحث، حاجتين، عندك ذكاء اصطناعي ولا بلاجاريزم؟ عندي ذكاء بلاجاريزم، ناخدها واحده واحده. عندي بلاجاريزم، بلاجاريزم بتعمل بارافريزنج، بلاجاريزم بتعمل بارافريزنج، تمام. اعمل بارافريزنج بايه؟ باسلوبك او بادوات ذكاء اصطناعي. طب عملت باسلوبي خلاص مفيش ذكاء اصطناعي، طب عملت بادوات ذكاء اصطناعي، هتبدا تنتقل او تنتقل على الخطوه الثانيه الا وهي اي اي ديتكتور. اي اي ديتكتور، اي اي ديتكتور دي ادوات
بتكشف الذكاء الاصطناعي وتقول لك انت استخدمته بنسبة كام، وليكن انا استخدمته بنسبة 20% 50% 100%، هنخش على الخطوة الثانية الا وهي تقليل نسبة الذكاء الاصطناعي. اقلله ازاي؟ هتقلله بطريقتين برضو، لا اما باسلوبك لا اما بادوات ذكاء اصطناعي. حد يقول لي انت بتتكلم ازاي يا دكتور، فهمنا ازاي هو ذكاء اصطناعي وعايز تقلل الذكاء الاصطناعي وهتستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي. هقول لحضرتك دي بقى الزتونه زي ما بيقولوا، في حاجه اسمها هيومنايزيشن. المبرمجين طلعوا ادوات من اسمها هيومنايزيشن. ناخد المقطع ده او الاكسبريشن ده ونقسمه ونفككه. هيومن يعني ادوات بتقوم بعمل الهيومن. يعني انا النهارده لما اجيب الكالكوليتر ولا الحاسبه واكتب عليها 2 زائد 2 هتقول لي 4، ولما اجي اليوم انا اقول له 2 يا ابني زائد 2 اقول له 4، يبقى الاداه عملت عمل الانسان. او نفس الموضوع الادوات ادوات الذكاء الاصطناعي من اسمها هيومنايزيشن بتقلل لي نسبه الاي اي. تاني الجزئيه دي علشان دايما بشوفها على جميع السوشيال ميديا، على الفيسبوك وعلى على الفيسبوك وعلى جوجل وعلى التليجرام وعلى الواتساب وعلى لينكد ان. كل ما اروح مكان ابدا اتصفح على السؤال دي دايما، ازاي اقلل نسبه الذكاء الاصطناعي؟ انا بقى ما بكتبش الاجابه، انا بشوف التعليقات، وتلاقي التعليقات بقى كل ما لذ وطاب. يبقى انا اول حاجه في فرق بين البلاجاريزم، الناس اللي عارفه الكلام ده يا ريت تحملونا شويه، احنا بندردش مع بعضين. ففي فرق يا جماعه بين البلاجاريزم والاي اي. البلاجاريزم اللي احنا متعودين عليه، الاقتباس، الباحثين اللي لسه صغيرين اللي عندك جرادوت او بوست جرادوت، الاقتباس دي فيه انواع دايركت وان دايركت وحاجات كتيره جدا كده. فالخلاصه منه ان في بلاجاريزم وفي اي. البلاجاريزم ان حضرتك هتاخد في منه نوع، ان حضرتك بتاخد الكلام اللي قاله نفس الشخص زي ما هو وتحطه المرجع بتاعه زي ما هو، كل حاجه تاخدها زي ما هي، ده اقتباس. طب انا عشان اتجنب المشكله دي خالص، ان انا بعيد الصياغه باسلوبي مع الحفاظ على المعنى العام. دايما كده كانوا يقولوا لنا ايه، الشمس تشرق من الشرق، ده دي حاجه مفروغ منها. عشان اعيد اقتباسها ما ينفعش اخدها زي ما هي كده، لا اقول تشرق الشمس من الشرق، او الشمس تشرق من الشرق، او الساعه 6 صباحا تشرق. المهم اعيد الصياغه، بس ما ليش حد بقى يقول لي تشرق الشمس من الغرب، انا عدت الصياغه بس المحتوى غلط. او نفس الموضوع طبقوه بقى على البحث العلمي، الحفاظ على الكونتنت، المحتوى العلمي حافظ عليه، حافظ على المعلومه العلميه وغير في الصياغه. طب ايه الهدف منه؟ الهدف منها كتير، الكلاريتي، تعزيز اللغه، حاجات كتيره قوي قوي، بس دي مش وقتها. ودي نوع من الاقتباس. في ناس بتعمل في الاقتباس ايه، في اقتباس دايركت ان انا اخد كل حاجه زي ما هي احطها، لا في ممكن اخد الكلام اغير فيه بس ما احطش المرجع ده بالخاطئ. في حاجات كتيره جدا يعني في الاقتباس، بس دي مش وقتها يعني. لكن انا عايز اقول النهارده ان في فرق بين الاقتباس والاي اي. انا لو عندي اقتباس يبقى حضرتك تعمل بارافريزنج عشان تحل المشكله دي. طيب عملت بارافريزنج، عملت باسلوبك ولا بادوات ذكاء اصطناعي؟ عملت باسلوبك يبقى ما فيش اي اي ديتكشن، عملت بادوات ذكاء اصطناعي يبقى هنا تيجي ايه تاني مشكله. طيب ايه الحل بتاعها؟ حلها في طريقتين، او ما بهيومن او بادوات ذكاء اصطناعي. طب لو هستخدم ادوات ذكاء الاصطناعي اعمل ايه يا دكتور؟ هتشوف حضرتك، هنبدا نتكلم عنها بالتفاصيل النهارده. الحلقة النقاشية دي لو قعدت تتكلم كده للصبح هتخلص. فلو في أي مشكلة في الكلام مش واضح قولولي، في أسئلة هنبدأ أجاوب عليها كلها. كيف كيف طب نشوف من الأول كده من فضلك. لا الشهادات، صوت بيقطع، الصوت تمام. هبدأ أشوف النقاشات دلوقتي. الصوت ده كتر المواقع اللي عند اللي عايز أي حاجة لأي موقع تحت أمره، هنتكلم عنها بالتفاصيل دلوقتي. واللي عايز موقع معين أبعت له اللينك والكلام ده كله. الصوت تمام، اكتبوا لي بس كده الصوت تمام عشان نكمل. الصوت تمام. تمام، الصوت تمام. نبدأ بقى نشوف الأسئلة. دكتور عيدة بتقول دايما بيقول بيكون لنا نسبة اقتباس أعلى من المسموح بسبب كثرة المصطلحات الثابتة في تخصصي. بص يا دكتور عيدة، دي بتختلف من مجلة لمجلة وبيختلف من جامعة لجامعة.
يعني في مجله تقول لك انت الماكسيمم بتاعك 15%، في مجله بتقول لك الماكسيمم بتاعك 20% 25%، ده حاجه، ودي بتبقى في الحاجه في الجيد لاينز قبل ما بتبعت للمجله، بتشوف الجيد لاينز بتاعتها بتقول لك ايه. خدت بالك يا دكتور عيده؟ وبتختلف من تخصص لتخصص، علوم الانسان، العلوم العلوم بتاعتنا بتاع الفيزياء والكيمياء والكلام ده كده، ده غير العلوم الحياتيه زي الفلسفه، غير العلوم الانسانيه، سوري، غير العلوم الانسانيه زي الفيزياء الفلسفه والتاريخ والكلام ده، لان بيرجع كتير قوي لورا. ماشي، وصل يا دكتوره؟ اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. تسجيل المحاضره، المحاضره مسجله وهنرفعها على اليوتيوب، وفيها محاضرات كتيره ليا على اليوتيوب شرح، والشهادات هتنزل لكم، ولو عايزين مادة علمية تحت أمر حضراتكم جميعا. لو في أسئلة اكتبوا. الشهادة حاضر، في شهادات والله يا دكاترة، هننزل لينك الحضور، أنا هنزله لحضراتكم دلوقتي. كيف نتفادى الوقوع في البلاجريزم في الذكاء الاصطناعي، ما هي البرامج اللي بتعملها؟ برضه دكتوره اللي بتتكلم في البلاجريزم والذكاء الاصطناعي، يا دكاتره تاني للمره المليون، في فرق بين الاقتباس والذكاء الاصطناعي. الاقتباس، الذكاء الاصطناعي ده بيجي من الاقتباس، بيجي ازاي يا دكتور؟ الذكاء الاصطناعي ده بيجي من الاقتباس، زي انا اسم ابراهيم، مثل بسيط خالص كده، اسم ابراهيم عاشور، انا ابن مين؟ ابن عاشور اللي هو والدي. فنفترض ان عاشور ده، مع الاحترام لوالدي طبعا، والدي ده ابويا، فوالدي يعتبر الاقتباس، انا يعتبر الذكاء الاصطناعي. طب جت ازاي؟ اقول لك جت ازاي. الناس كلها لما تيجي تعمل اقتباس عشان تتفاداه، بتبدا تعمل بارافريزنج. بتعمله ازاي؟ بتعمله بادوات اونلاين، مش باسلوبها. في ناس بتعمل باسلوبها، وفي ناس بتبدا تعمله بادوات اونلاين. الادوات الاونلاين دي عامله كونتاكت مع اوبن اي اي، ومن هنا بقى جت المشكله، ومن هنا جه بقى الذكاء الاصطناعي. تاني اسم ابراهيم عاشور، والدي ده، وانا اعتبر والدي ده اللي هو الاقتباس نفسه، وانا الذكاء الاصطناعي. فانا لما اجي، انا كباحث لما اجي اعمل اقتباس البلاجريزم ده، انا عايز اتفاداه. اتفاداه ازاي؟ انا عندي نسبه بلاجاريزم عاليه، اتفاداه ازاي؟ هبدا اعمل بارافريزنج. طب هتعمل بارافريزنج بايه؟ باسلوبك ولا ادوات اونلاين؟ هتقول لي ادوات اونلاين. هبدا اقول لك مشكله الذكاء الاصطناعي هنا بقى، اول الخيط هنا. طب الخيط منين؟ هقول لحضرتك، لان معظم الادوات دي عامله كونتاكت مع اوبن اي اي عشان بتطور نفسها زي ما احنا بنطور نفسنا. والمشكله دي وقع فيها مع الحفاظ على البوزيشن، وقع فيها اساتذه وهي بتبعت لمجله، استاذه من جامعه معينه، مش استاذه واحده، ده اساتذه كتير قوي وباحثين كتير. مش بعيب في الاساتذه لا خالص، انا بقول لك ان دي مشكله حصلت مع ناس كتير. بتعملت ايه؟ خلصت البحث ومية مية والله، هذا ما زي ما اقول لكم، خلصت البحث وتمام، وبعتت للمجله، المجله قالت لها انت استخدمت ذكاء اصطناعي بنسبه 80%. هي تقول لهم، تبعت لهم كده على الايميل، بس انا بوضح بلفظ الدارج، هي تقول لهم يا جماعه انا ما استخدمتش، هم يقولوا لها ماليش دعوه، الاي اي ديتكشن كاشف كده. راحت جات لي يا دكتور ابراهيم الامر واحد اتنين تلاته، قلت لها اه استخدمتي. قالت برضه انت هتجنني تعملي زيهم؟ هقول لها بس بالراحه خالص كده، هم مش هيطرحوك زي ما انا بطرحك. قالت لي اتفضل. قلت لها حضرتك عملت بارافريزنج باسلوبك ولا بدوات من على النت؟ قالت لي بدوات من على النت. قلت لها هاي، مسكنا طرف الخيط كاني في محكمة جنائية أو وكيل نيابة يبدأ يحقق. قالت لي إزاي؟ قلت لها الأدوات اللي بتعمل بارافريزنج دي عاملة كونتاكت مع أوبن إي آي. قالت لي بجد؟ قلت لها أه. قالت لي ما أنا عملت بيها. قلت لها ومن هنا بقى زادت نسبة الذكاء الاصطناعي. عرفنا الجزء الحل جه إزاي؟ قالت لي بالحل. قلت لها في حل، بل حلين. قالت لي إيه الحلين؟ قلت لها لا ترجعي تستخدمي أسلوبك، ومن هنا نرجع لنقطة الصفر اللي هو استخدمت اسلوبك وقللت نسبة الذكاء الاصطناعي. طيب قالت ماشي، ده حل الأول. الحل التاني قلت لها إن حضرتك ترجعي تستخدمي أدوات ذكاء اصطناعي. قالت لي أنت هتلففني حوالين نفسي لما هو ذكاء اصطناعي عالي. قلت لها بس خدي بالك بقى، دي أدوات الذكاء الاصطناعي اسمها هيومنايزيشن، وهقول لحضراتكم على بعضها النهارده. هيومنايزيشن، في بعض الادوات اسمها المقطع بتاعك اسمها هيومنايزيشن، بتبدا الادوات دي تقلل نسبه الذكاء الاصطناعي. طيب هل انا لما بعد ما تقللها هل بتتكشف؟ اقول لك مستحيل تتكشف، اكأن انسان عامل
لان الموقع اسمه هيومانيزيشن. اتمنى تكون الجزئيه دي وضحت بالتفاصيل. افضل برنامج لحساب نسبه الاقتباس ومجاني. بص يا دكاتره، سواء هنا او على راي واحد او هناك او في اي مكان، انا بقول دايما الاقتباس دايما كده، بقول الاقتباس لما عندك بحث او بيبر او كتاب او هتنشر حاجه، اوعى تحط بحثك كامل على اي اداه اونلاين مجاني. حتى انا في الدبلومه بقولها كده وبنط ببدا اشرح، واقدر دلوقتي اقول لكم على عشرات الادوات بتعمل اقتباس، بس ما بنصحش بيها اطلاقا لان البحث بيتسرق. انا بحب اقول المعلومه كده لوجه الله، ولو حد مصمم ان هو عايز يعرف ادوات، صدقوني هبعت لكم عشرات الادوات، مش عايز اقول مئات الادوات، بل عشرات الادوات بتكشف. بس هتيجي تبعت البحث المجال هتقول لك البحث بتاعك مسروق. طب الحل؟ انت تعمل لنا المشكله وتسيبنا؟ اقول لك لا، لا حل. حضرتك مش هقول لك ابعتها لي انا، انا عندي برنامج ومش مشترك فيه دفع له فلوس وابعتها لي والنسخه بمبلغ بسيط والكلام ده، لا مش دعوه بيا يا عم. سواء تبعت لي او لغيري، حضرتك في ثلاث اختيارات قدامك: تروح للجامعه عندك يعملوا لك الاقتباس، او المركز البحثي، او المجله، وانا خليني افكر فيها اخر حاجه بمبلغ بسيط. ليه انت ليه؟ او تروح تشترك في بتاع ده اي سنتيكيت، او مش عايز اعمل دعايه لاي برنامج، او بالجناز مش بالتشيكر او اي حاجه، بس ما تحطهاش اونلاين رجاء، لان في ناس بتتسرق ابحاثها من الجزئيه دي. تمام يا دكاتره؟ اللي بيسال على انا عندي بحث عايز اعمله نسبه اقتباس، ما تعملوش اونلاين لان البحث بيتسرق. ابعته للجامعه بتاعتك، ابعته في المركز القومي اللي عندك، سواء كان مركز قومي، مركز قومي للبحوث، مركز بحوث زراعيه، اي حاجه في دولتك، ابعته للمجله، ابعته ليه تاني غير المجال، اكاديميه بحث علمي عندك، ابعته لحد زميلك بس يكون دافع في مجال في برنامج ومشترك وحاجه محترمه، او ابعته لي انا. ومبلغ بسيط خالص على فكره، حاجه بسيطه خالص، وفي نفس الوقت تحافظ على شغلك. اما لو عايز اي اي ديتكتور مجاني، هقول لك منين الصبح وخدها على ضمانتي. حلقه نقاشيه: نسبة الذكاء الاصطناعي المقبولة في العراق لا تتجاوز 5%. تمام دكتور أحمد، أنا قلت 15، يبقى أنا بعتذر. 5% عشان قلت كان خانتنا الذاكرة. 5% أسماء البرامج. برامج إيه يا دكتورة؟ ممكن لو سمحت تكتبوا لنا أسماء برامج، أي اسم برنامج حضرتك عايزاه. دكتورة غادة بتقول إذا تكرمت ممكن أعرف استخدام الذكاء الاصطناعي في عرض مخطط بحث علمي. في ادوات تكتبها يا دكتوره visualization.ai، visualization.ai هتبدا في بعض ادوات الذكاء الاصطناعي بتعمل حاجه زي كده، وفي بعض ادوات الذكاء الاصطناعي ايضا المستخدمه في الخرائط الذهنيه، الناس اللي مهتمين بشغل الخرائط الذهنيه والرؤيات والكلام ده. مواقع الذكاء الاصطناعي بي دي اف، ايه بي دي اف؟ حضرتك عايزه تحولي من وورد لبي دي اف، ولا عايزه عندك بي دي اف عايزه تناقشيه؟ اقرب مثال ليا انا دايما بقوله وفي وشي على طول، في برنامج اسمه بي دي اف جير، بس مش وقته، بس يعني ايه، لو حد سال سؤال تاني هنبدا نتكلم عنه بالتفاصيل. البرنامج ده بتبدا ترفع عليه البيبر، ودي الاداه، يمكن الاداه الوحيده اللي انت تنزليها على عندك على السطرية عندك اهو، اسمه بي دي اف جير هنا هو، وتبدا تساليه السؤال ويجاوب لك عليه. وفي نفس الوقت الاداه دي فيها مميزات لا حصر لها. اول حاجه يا دكاتره، بتحول لحضرتك البي دي اف الوورد، والوورد البي دي اف، البي دي اف البي بي تي، البي بي تي البي دي اف، البي دي اف الاكسل او العكس، البي دي اف البي ان جي، كأن عندك صوره وعايز تحولها لبي دي اف، او بي او بي جي او جي بي جي او العكس، او الكلام ده كله. لو سمحت يا دكتور، المواقع الذكاء الاصطناعي المجانيه الخاصه في مصر ايه؟ انت حضرتك يا دكتوره رضا، دكتور رضا، حضرتك عايز تعرف ادوات الذكاء الاصطناعي المجاني في مصر لايه؟ للسيرش، ولا الكتاب للكتابه، ولا البارافريزنج، ولا اي ديتكشن، ولا العمل البوسترات، ولا الريفرنس، ولا الاحصاء، عايز ايه بالظبط؟ حدد يا دكتور. دي اول محاضره ليا عن الذكاء الاصطناعي، ممكن حضرتك ترشدني كيف استخدمه في البحث علمي عمليا؟ طيب حاضر يا دكتور، يعني ناخد مثال كده عملي هنتكلم كده، انا نبدأ بيه مثلا. انا عندي حد من حضراتكم كده
عنده حاجة بسيطة خالص، يا ريت الكل يجاوب على السؤال ده. هل قبل كده لو عندك بيبر أو كتاب أو بحث قبل كده يعني، وعايز حضرتك، طب ما نبدأش بالجزئية دي، نبدأ بأول جزئية ألا وهي حاجة اسمها أو تي أو أوبن أكسس سيسس. دي مثال مثلا موقع معين، الموقع ده بتاع ايه؟ الموقع ده للبحث عن رسائل الماجستير والدكتوراه باللغه الانجليزيه. دايما الاقي ناس كتيره تقع في مشكله البحث عن رساله الماجستير والدكتوراه. هو اسم الموقع اوبن اكسس ثيسيس، الموقع ده لسه حديث وحاجه تحفه. وليكن احط له مثال مثلا كانسر سيل، طبعا ده باللغه الانجليزيه، وفي موقع باللغه العربيه اسمه شبكة المعلومات الحياتية المعلومات، هجيب لكم دلوقتي عنه. دي باللغة الإنجليزية، البحث عن رسالة الماجستير والدكتوراه. كانسر سيل مثلا، واضغط انتر، عنوان أي عنوان كده، وليكن ده عنوان رسالة، وليكن يعني، بس عنوان الرسالة بيكون أدق من كده وأكتر والكلام ده، وليكن ده عنوان رسالة. بيعمل لي فيريفيكيشن إن أنا مش أنا هيومن والكلام ده، مش ريبورت. ده موقع للبحث عن رسالة الماجستير والدكتوراه. واحنا نعمل النار كله فيريفيكيشن، عايزين نخلص. جولدن انا بارت كان مثلا اي عنوان رسالة كده. هو ده كله بيتأكد ان انا عايز يتأكد ان انا هيومن ولا مش هيومن ولا ريبوت. طب احنا نتأكد ان النار ليه الكل يعني ولا ايه؟ يلا يا عم. طيب لحد ما يتأكد براحته. انا وليكن الدكتورة اللي بتقول لي انا اول مرة يخش الذكاء الاصطناعي، وممكن لو سمحت تبحث لي او توريني. دي موقع اسمه ريسيرش رابت، الموقع ده بيبدأ لحضراتكم الحصول على، الموقع ده بيستخدم للحصول على اي بيبر، سواء كان بحث او كتاب او اي حاجه. طب حد يقول لي طب ما احنا عندنا جوجل سكولر وعندنا جوجل، ايه الجديد؟ هقول لحضرتك الموقع ده يا دكاتره بيبدا من خلاله يجيب لك ابحاث ملايين، بل بلايين بلايين الابحاث، وتكون ريليتد للبحث بتاعك، ريليتد للبحث بتاعك. يعني انا لو بشتغل على بحث معين او نقطه بحثيه معينه، وعايز اجمع عدد من الابحاث اللي ريليتد لبعضيهم. في الشغل الكلاسيك كنا بنخش على جوجل سكولر وننزل البحث وننزل مجموعة الابحاث ونبدأ نقرا ونشوف الابحاث اللي معانا ومش معانا. لا، النهارده بالذكاء الاصطناعي تبدأ حضرتك تنزل الابحاث او تتابع الابحاث اللي الشغل بتاعك في دي. طيب اول حاجة بعملها ايه؟ الموقع ده ميزته ان هو بيعمل عليه فولدرز. يعني ايه فولدرز؟ يعني ممكن تجمع تعمل عليه زي مكتبة بحثية، دي مكتبة ليا، دي بحث الكيمياء الفيزيائية 10، الدكتور هو ده مثلا 27، أي زي ما أنت عايز بقى. دي أسماء فولدر أنا إيه؟ أنا كاتبها، أنا مسميها. فدي مثلا اسم كورونا فيروس، فيروس سي، الكلام ده كله. طب أنا عايز أعمل فولدر بقى يا دكتور إبراهيم، وعايز أجمع أبحاث، أشتغل إزاي؟ في أول حاجة عند حضرتك حجم على الشمال فوق كده اسمها إيه؟ نيو كوليكشن. أضغط على نيو كوليكشن، ضغطت عليها بتقول لك سمي العنوان بتاعك، اسم البحث هتشتغل على ايه؟
هقول له وليكن يا دكاترة الصوت في مشكلة؟ في ناس بتقول هل في صوت؟ الصوت في مشكلة؟ الصوت يا دكاترة الصوت تمام مسموع؟ الصوت تمام، يبقى اللي عنده مشكلة في الصوت نت أو ما شابه ذلك. المهم يا جماعة في على خد بال حضراتكم، في اللي دخل من اللابتوب أو الموبايل في علامة الصوت اضغطوا عليها تتفعل. فالمهم هنا أوكي، تاني هنا اهو في حاجة من أعلى اليسار اسمها نيو كوليكشن، اضغط عليها، ضغطت عليها هيقول لي سمي اسم البحث بتاعك، أنت عايز تبحث عن إيه؟ سمي اسم الفولدر، وليكن أنا هشتغل على اسم البحث من كانسر سيل، كانسر أكتب كده كانسر سيلز. يبقى أنا هنا إيه؟ سميت أهو، سميت الاسم البحث بتاعي، اسم الفولدر بتاعي، اعمل لي فولدرز. ودي ميزة على فكرة مش عيب، لا ميزتها إيه؟ أقدر أرجع للفولدر في أي وقت، بعد يوم، بعد اتنين، بعد شهر، بعد سنة. شايفين دي أبحاث أنا كاتبها من شهور، فولدرز عاملها من شهور، أفتح إيه؟ طيب أنا كتبت كانسر سيل، أضغط عليها، ضغطت عليها، هيجي لي المنظر ده. ايه المنظر ده؟ فهمني. اول حاجة حضرتك اضغط على ادت بيبر. طب ممكن توصل لنا الجزئية دي افضل؟ يعني وصلنا لنا اكتر. اقول لحضراتكم الستات اللي من حضراتكم، اللي ما سواء حد من حضراتكم متزوج او والدته في البيت او هو او هي ست او ما شابه ذلك، لما تيجي تدخل، دايما بقول السؤال ده او الشرح ده المثال ده، لما تيجي تدخل المطبخ بتعمل ايه؟ وليكن هتعمل رز مثلا ولا مكرونة ولا بشاميل اي حاجة، بتبدأ حضرتك تجيب الحلة أو الكونتينر اللي هتحط فيه الزيت والرز وفي الآخر والشوربة واللحمة والكلام ده. أول حاجة بتعمل إيه؟ بتجيب الكونتينر، أو الكونتينر ده اعتبروه الكونسر سيل اللي إحنا، الفولدر اللي إحنا عملناه ده الكونتينر. طب جميل، جابت الكونتينر أو الحلة، هتحط في الحلة أول حاجة إيه؟ الزيت. نعتبر الزيت ده اللي هو البحث بتاع اللي أنا بقى أحط في الفولدر. أضغط على إيه؟ أدت بيبرز. ضغطت على أدت بيبرز، حط يا باشا اللي انت عايزه. يعني ايه حط؟ هنا بيقول لك ابحث بالتايتل، العنوان او الدي او اي او البوب ميت او الكيوردز. نبدا ناخد حاجه حاجه، التايتل اللي هو عنوان البحث اللي هتبحث بيه، الدي او اي عشان الناس اللي ما نشرتش قبل كده وما تعملتش مباحث، كل بحث له دي او اي زي الفينجر برينت كده بتاع كل انسان، كل واحد له فينجر بصمه صباع خاصه بيه او رقم هويه خاصه بيه في دولته. اهو الدي او اي بتاع كل بحث ليه دي او اي، ودايما وانت مغمض كده الدي او اي بتاع اي بحث بيبدا من رقم 10 1 0 كذا. طيب او الباب ميت، الناشر باب ميت الابحاث اللي عليها لها رقم غير الدي او اي. طب الكيوردز، اي كيوردز بقى، كانسر سيل، ستيم سيل، اي حاجه. يبقى دي عرفنا نعمل سيرش ازاي. طب ده الجزئيه، الجزئيه الثانيه في حاجه اسمها كونكت دو زيرو. عايز اقول لك ان النهارده بفضل الله عز وجل باستخدام الذكاء الاصطناعي ممكن تعمل مانجمنت للريفرنس باستخدام الذكاء الاصطناعي. ودي دايما من صغري في الاندر جراد كنت بحضر سيمينار البي اتش دي والماستر، الاقي اللهم صل على سيدنا محمد المحكمين يسيبوا كل حاجه ويمسكوا الباحث. انت يا ابني، يقول نعم يا دكتور. انت يا ابني الريفرنس بتاعك موجود في التكست ومش موجود في الاخر ليه؟ الريفرنس الفلاني يا ابني، مش بيقولوا الريفرنس كلها، لا ده في محكم كده متخصص كده يقول لك خد يا ابني الريفرنس الاخير ده موجود في الاخر ومش موجود في النص ليه؟ انا انس كابراهيم هو من كام شهر المشرف المشرفه بتاعتي بتقول لي خد بالك ده في ريفرنس موجود في الرساله عندك جوه مش موجود في الاخر او موجود غلط. قلت لها شغال بدوت ذكاء بتاع ده، شغال بريفرنس مانجمنت برنامج. قالت لك خلاص انت اذا كان استخدمت برنامج مفيش اخطاء، وفي محاضره او محاضرتين بفضل الله عز وجل هنتكلم عنهم في الدبلومه ازاي ادير البحث بتاعي باستخدام المراجع. ودي مشكلة بتقابل ناس كتيرة جدا جدا، سواء أساتذة أو أساتذة مساعدين، أي بحث بينشر بتقابله إزاي؟ لما يجي ينشر في مجلة سين، المجلة سين دي الريفرنس بتاعها بيقول لك لو سمحت سيريال نمبر. يعني إيه سيريال نمبر؟ في تو تايب من الريفرنس، لا إما سيريال نمبر لا إما ألفابيتيكال. يعني إيه ألفابيتيكال وسيريال نمبر؟ السيريال نمبر يعني أرقام البحث بتاعك المراجع تكون فيها 1 2 3 4. الفابيتيكال اللي هو اسم الباحث وسنه النشر. تيجي باحث، اي باحث يجي ينشر في مجله معينه مثلا وليكن سيريال نمبر، البحث بتاعه ما تقبلش، يجي يبعت لمجله تاني لا هي الفابيتيكال، يبدا يغير البحث كله من واحد لاسم النشر والبحث. لا اقول لك لا، ده بتاكد ضرر تعملها على البرنامج،
بتاكل زر تعملها على البرنامج. اهو دي ميزات البرامج دي، وانا بنتكلم في حضرتين بس عشان مش وقتها يعني دلوقتي. الجزئيه الثالثه دي ابلودنج فايل، يعني لو حضرتك عندك بحث معين وعايز تجيب ابحاث ريليتد ليه ممكن ترفعه بس بالاكستنشن ده، وهنتكلم عن ده بالتفاصيل. اول حاجه يا دكاتره انا عايز احط عنوان بحث هنا، وليكن اكتب ايه، كانسر سيل، كانسر عنوان بحث وكانسر سيل، وحط وضغط انتر. انا دلوقتي بعمل ايه؟ الناس اللي عرضت على الموقع ده قبل كده يا ريت يتحملونا، الناس اللي لسه يتابعوا معانا. اول حاجه قلنا ايه؟ قلنا ان حد من حضراتكم لما يدخل المطبخ بيجيب ايه؟ بيجيب الكونتينر اللي هي الحله، مش عارف في البلاد العربيه اسمها ايه؟ الحله مثلا اللي يحط فيها اللي يعمل فيها رز او شوربه او اي حاجه، جاب الحله اللي هو ايه؟ الحله بتاعتنا النهارده اللي هي الكونسر سيل اللي هو الفولدر اللي احنا عملناه. طيب هو عايز بقى يحط الزيت، وبعد الزيت يحط الرز ويقلبه والشعريه والمكرونه، دي الابحاث بقى. اول حاجه شوف دي الابحاث بتاعتنا انا، وليكن كليه البحث ده اهو مناسب ليا، انا جبت الكونتينر الحله وعايز احط بقى الزيت، اضغط على اد تو كونتينر، اد تو كوليكشن، ضغطت على الكوليكشن كده البحث اهو، البحث بيتضاف اكن حد من حضراتكم بيحط زيت او دين او سمنه بلدي او اي حاجه في الحله بتاعته هتحطه. تاني حاجه انا خلاص دي حط البحث ده اد تو كونكت، اد تو كوليكشن اتحط اهو. البحث التالت ده يا دكتور ابراهيم انت بتحطه بس، اقول لحضرتك انا دلوقتي كاني عارف غرض البحث والدنيا تمام وضفته. طب هل انا بعد ما اضيفه ممكن احوش؟ اقول لك اه طبعا. حد يقول لي طب انا بعد ما حطيت الملح في الرز هل ممكن الاكل يبقى حادق؟ هل ممكن يبقى اعدمه ازاي؟ اقول لك حط بطاطس، بطاطس صغيرة. المهم انا ما عرفتش موضوع البطاطس ده غير لما كنت بشرح بنفس الاسلوب، فبقول لحد انا لو طبخت وحطيت حطيت والاكل حادق مني اعمل ايه؟ قال لي حط بطاطس وهي تشرب الملح، عشان كده انا بقول لكم يعني. المهم عشان نرجع لمحاضرتنا، البحث ده انا عايز اضيفه اد تو كوليكشن، وليكن البحث ده برضه اضيفه اد تو كوليكشن، وهكذا. انا بضيف مش عشوائي يا دكاتره، انا وليكن انا قريت الابستراكت ولقيت ان البحث معايا اد تو كوليكشن، اد تو كوليكشن وهكذا. حد هيقول لي طب يا دكتور ابراهيم انا ضفت بحث وعايز اشيله، اشيله ازاي؟ شايفين ده البحث ده من البحث ده؟ ده اد تو كوليكشن، البحث اسمه ايه؟ تضغط عليه كده ريموف تو فروم كوليكشن، يعني ايه؟ يعني البحث اللي فوق اتضاف لو عايز تزيله اضغط على ريموف، البحث اللي تحت لو لسه ما اتضافش، طب انا عايز اضيف اشيل ده ريموف تو كوليكشن، هيرجع بقى للاصل اهو بقى ايه؟ اد تو كوليكشن يعني كده ما اتضافش، طب عايز اضيفه تاني اد تو كوليكشن. عرفنا جزئيه اضافه الابحاث. طيب جميل يا دكتور ابراهيم انت كده ضفت الابحاث حطيتها. جميل، انا حطيت الابحاث، الابحاث دي ريليتد لبعضيها، ليه ريليتد؟ لان كلهم هتلاقيهم بيتكلموا على الكانسر سيل. طب جميل، يبقى كده مش اي ابحاث، دي اول نقطه. الابحاث دي في حاجات كده بسيطه انا عايز اوضحها لحضراتكم، هي بسيطه بس لازم نوضحها. الكومنت مش لما حضراتكم بتنزلوا الابحاث عندكم بتبدا، لو بعد ما تقروها 10 20 بحث بتبدا حضراتكم تصنفوا الابحاث، تعملوا كاركترايزيشن، البحث ده مهم، البحث ده اقل اهميه، البحث ده لا مش هاخد منه كتير وهكذا. هو نفس الموضوع، انا هاجي على البحث ده كلمه كومنت جت منين؟ اهي انا فعلتها من هنا، شيل الكلام ده، اضغط على كلمه كومنت تتفعل، اجي هنا باللون البنفسجي، انا عايز اقول ان البحث ده مهم جدا، اقول هاي 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 امبورتنت، خلاص اهو انتر بقى، البحث ده هاي امبورتنت، يعني البحث ده مهم جدا جدا جدا، يبقى في اي لحظه ارجع له هاي كوم امبورتنت. طب البحث اللي التالت ده وليكن ده لو امبورتنت، ده مثلا كومنت اهو واكتب لو امبورتنت، اضغط انتر، يبقى انا بصنف كده، واخدين بال حضراتكم؟ يبقى دي فائده الكومنت. طيب ايه كلمه الابستراكت دي؟ دي لو حضرتك عايز تجيب الابستراكت تلاقيها تظهر هنا، يعني هنا ظاهر العنوان بس تحت كل بحث، لا انا عايز اجيب الابستراكت اهو،
حاجات ايه انا بستفيد تحت كل بحث تحتيه. طيب كاستم دي تيجي، كاستم دي ايه الفايده من كاستم؟ لو الترتيب بتاع الابحاث دي عايزها مثلا على حسب السيتيشن، الاعلى سيتيشن هو يجي لك الاعلى سيتيشن 4300 4330 بحث، اقل شويه 2000 بحث، واخد سيتيشن كتير قوي. طب لا انا عايز ارتبه على اساس مثلا من الفيرست اوثر لللاست اوثر وهكذا. على فكره الموضوع ده مش موضوعنا دلوقتي، بس انا حبيت اوضحها لكم واحنا ماشيين يعني. طيب اهم جزئيه انا بتكلم عليها في الجزئيه دي ايه هي؟ شايفين بقول لك ايه السيميلر وورك؟ يعني ايه السيميلر وورك؟ يعني وانت مغمض كده وانت حاطط باللفظ الدارج كده وباللفظ المصري كده، يقول لك بالمثال المصري كده في بطنك بطيخه صيفي، عايز تجمع 1000 بحث وكلهم ريليتد. اه بيقول لك سيميلر، السيميلر وورك للجزء الاربع ابحاث اللي انت نزلتهم دول 4240 بحث. انتوا عارفين عشان توصلوا على جوجل وتنزلوا 4240 بحث او 5000 بحث او 100 بحث، على الاقل لازم تنزل بتاع 10000 او 20 بحث، 20000 بحث، وتبدا تعملهم فلتريشن بتاع سنه ولا سنتين. ودايما بيقول لنا اساتذتنا ايه؟ يا ابني اعمل لك سيستميك ريفيو على الموضوع بتاعك واقرا عنه كتير، تقعد حضرتك 5 6 اشهر تفضل تقرا عليه وتجمع لك في الاخر 5 6 ابحاث او 10 ابحاث او 20 بحث هو دكتور اللي وصلت له ومش قادر اوصل لابحاث ثانيه. اه النهارده بالذكاء الاصطناعي مش 4000 ده، انا دلوقتي ممكن انزل لكم مش مليون بحث، بلايين الابحاث مش مليون ابحاث. طب ازاي؟ اضغط على السيميلر وورك كده، السيميلر وورك 4000 دي وضغطت عليها، هوريك دلوقتي ايه اللي هيظهر. شايفين دول؟ دول ال 4000. حد يقول لي هم دول بس ال 4000؟ دول ال 4000. سيبكم الشبكه دي، الشبكه دي كل حاجه افسرها لكم، سيبكم الشبكه دي، هم دول يا دكتور ابراهيم ال 4000. اقول لحضرتك اضغط على كلمه لود مور، لود مور هيبدا السهم دي ترفع لفوق وتنزل لحد ما ينزل لك اربعه، اهو سهم فوق ويبدا تنزل كده، كل ما تنزل يقول لك لود مور اهو لحد ما توصل ل 4240 بحث او 244 بحث، اهو السهم رفع لفوق وهكذا. طيب هل هم ال 4000 دول بس؟ اقول لحضرتك وليكن خد بحث منهم بس، دي مثلا البحث دي مثلا اضغط عليه شوف البحث ده اللي ريليتد كام، اي بحث منهم خده، او البحث ده مثلا اي بحث، البحث ده لوحده لما ضغطت على البحث الجديد، سيبكم الشبكه كله هشرحه لكم دلوقتي، البحث ده لوحده شوفوا ليه سمر الورك كام، 1822 بحث، اضغط عليهم ايه تاني، اضغط عليهم هيجيب لك كام ابحاث، هيجيب لك ال 1200، اضغط على واحد بس هيجيب لك برضه مجموعه ابحاث ريليتد ليه، اضغط على دي بس هيجيب لك الاف الابحاث ريليتد ليه وهكذا وهكذا، او البحث ده ويجيب لك ايه ريليتد لين. فعرفنا يا دكاتره من الجزئيه دي ابدا اقدر كأنا كمدرب او متدرب اقدر اجيب مش ملايين، بلايين الابحاث وكلهم ريليتد. حد يقول لي السؤال اللي دايما اسمعه، يا دكتور ابراهيم انت لما حضرتك حاضر يا دكاتره الكلام عن الكتابه والبرفريزنج احنا مع بعضينا، انا ما عنديش مشكله على فكره، احنا مع بعضينا ما تقلقوش، ولو المحاضرة دي ما كملتش ساعة واتنين ناخد محاضرة تانية وتالتة وعشرة، أنا تحت أمر حضراتكم على فكرة، بس عشان في ناس عندها فكرة بالموضوع وفي ناس ما عندهاش، فهنبدأ إيه نتكلم على أساس الناس ما عندهاش، خدت بال حضراتكم؟ فالمهم أنا ممكن من هنا أبدأ أجمع بلايين الأبحاث وكلهم ريليتد، تمام؟ طيب. طب أنا خلاص أنا عرفت كلمة سيميلر وورك، أضغط عليها تاني. ضغطت على السيميلر وورك. ايه ما هو خلاص انت عرفتنا يا دكتور ابراهيم الابحاث دي كلها اللي هم ال 4000، وعرفنا ان ازاي ننزل تحت والكلام ده، ايه الشبكه دي؟ هو ايه الحوار؟ هو لعب ولا ايه؟ والالوان الكتيره دي ومنين بيودي على فين يا دكتور ابراهيم؟ هقول لحضرتك خد بالك اول حاجه حضرتك بص عليها في لون ازرق ولون اخضر، دي لون اخضر ودي لون ازرق، نعمل زوم بس كده عشان الامور تبقى اوضح، دي لون اخضر وفي لون ازرق. الدوائر دي معناها ايه؟ معناها ان كل دايره بتمثل بحث، كل دايره بتمثل بحث، ليه لون اخضر وفي لون ازرق؟ هقول لحضرتك الابحاث اللي احنا اضفناها للكوليكشن من البدايه، وانا بقول لحضرتك هتحط زيت وتحط مش عارف ايه، اتلونت باللون الاخضر، والابحاث اللي ما اتضافتش متلونه باللون الازرق. شايفين الجمال؟
دي عشان لما حضرتك تيجي تضيفه مره تانية ما يضافش مرتين. طب في شغل الكلاسيك كنا ممكن ننزل البحث مره واتنين والف، واتحدى اي حد من حضراتكم في رساله الماجستير بتاعته او رساله الدكتوراه او البحث بيكتبه يقول لي انا ما صادفتنيش مره نزلت البحث مرتين. انا شخصيا في شغل الكلاسيك كنت ممكن انزل البحث 10 مرات عادي، وما اتفاجئش بيه غير وانا بفتحه وبقراه، الاقي البحث نزلته قبل كده اعمل له ديليت. لكن النهارده بالذكاء الاصطناعي لا، ده كل بحث واخد لون، كل بحث لدايره وكل دايره لها لون. طيب يا دكتور ابراهيم، اضغط لي كده على دايره لونها اخضر وحاول تضيفها تانية، هل ممكن تضاف؟ هقول لحضرتك مستحيل. طب اقول لك تعالى نضغط على اي دايره كده. دي لونها اخضر مثلا، لانا دي الدائرة دي لونها ايه يا جدع؟ الدائرة دي لونها ايه؟ لونها اخضر. تعال مثلا الدائرة دي لونها اخضر، اضغط عليها كده. اول ما اضغط عليها بصوا على اليمين، شوفوا اللي جه الشغل بتاع البحث. اول ما ضغطت على الدائرة دي فتح لي البحث، اول ما ضغطت على الدائرة دي فتح لي البحث، قال لي ايه؟ وهجيني السؤال اللي الدكتورة بتقول لي يا دكتور ابراهيم لسه لامحه في الشات دلوقتي، انا عايز انزل البحث. هو بيقول لك بي دي اف، تضغط على البي دي اف ينزل. بس دي مش حوارنا دلوقتي، خلينا بس في الشغل بتاعنا الابستراكت بتاعه. انا عايز اقرا البحث، اضغط على اللينك هيوديك للبحث. ضغطت على اللينك كده هيوديك للبحث، ومن هنا ارد على نفسي بنفسي اقول لحضرتك ايه، لازم سيادتك تراجع ورا الذكاء الاصطناعي. اهو انا براجع قدام حضراتكم اهو، وهشوف البحث هل هو بحث ولا كلام وبس. هنشوف الكلام ده اهو، بحث على الباب نت، البحث اهو، وليه علاقه الميتابوليزم ان ليبيد ميتابوليزم ان كانسر سيل، يعني مش اي كلام، ودي بحث اهو، والابستراكت اهو بتاعته هي الابستراكت هي، والباب ميد بتاعه الرقم بتاعه هو، والدي اي بيبدا من رقم 10 هو. البحث هو لو عايز تنزله تقدر تضغط على الداونلود وتنزله. طيب دي مش حوارنا دلوقتي، خلينا نرجع للكلام بتاعنا. طيب انا عايز اضيفه، اقول لحضرتك تيجي تضغط عليه يقول لك ريموف فروم. ليه يا دكتور ابراهيم؟ اقول لحضرتك لان هو هنا واخد لون اخضر، فمستحيل تضيفه تاني. لكن في شغل الكلاسيك ممكن تنزله مره واثنين والف. طب دي خدناها عشان تمام جزئية وصلت، يبقى اللون الاخضر. طيب اضغط لي على عائلة اللون دي مثلا، اللون الازرق ده اي بحث ضغط عليه كده، ضغط عليه تعال نشوف كده. دي البحث بتاعه ان انهابشن اوف ايرلي ابتوزس ايفنتس، اضغط عليه كده اشوف هو بحث ولا مش بحث ولا اي كلام. ورينا، اوري حضرتك دلوقتي البرنامج ده للابحاث الاجنبي فقط، فيه دكتوره للغه العربيه بس، انا حبيت ادي مثال مش اكتر. يعني هل يمكن تحميل الملف في صيغه بي دي اف؟ ايوه يا دكتوره، اهو اهو بي دي اف، اضغط على البي دي اف ينزل عند حضرتك اهو. اكو فرق بين الصوت والصوره، اهو يا دكتوره في صوت والصوره الدنيا تمام. فالبحث اهو الهابشن دي الليبت الانهابشن اهو، المحاضره مسجله وهرفعها لكم على اليوتيوب، وهبعت لكم دلوقتي في نهايه المحاضره لينك الحضور ولينك الشهادات ولينك التسجيل، والله كل حاجه هنبعتها لكم، وابعت لكم رقمي ورقم دكتوره ايناس في سؤال في استفسار اي حاجه ما تقلقوش، مش هنمشي غير وانت وحضراتكم مطمنين والدنيا تمام. فهنا مثلا انهابشن اوف ايرلي والعنوان بتاع البحث اهو، ويجي اللي احنا شغالين عليه. طيب انا ما ضفتش البحث ده، هبدا اعمل ايه؟ يقول لك شوف انا لونه ازرق اهو مش لونه اخضر، قال لك ادي التو، ادي التو ايه؟ اضغط على ادي التو، ضغطت على ادي التو، اضاف لي ايه يا دكتور ابراهيم؟ اضاف لي الكوليكشن بتاعي. طب هل يا دكتور ابراهيم ممكن اكمل اكتر من كوليكشن واضيفهم لاكتر من كوليكشن او عادي؟ طب ودي هتفيدني لايه؟ ابدا اقول لو حضرتك استاذ او دكتور او مشرف وليك طلاب في ماجستير او دكتوراه، والطلاب دول ممكن البحث يفيد الطالب دول، الطالب ده ممكن تعمل لهم كوليكشن وتضيفهم اهو. ادي تو اذر كوليكشن، اضغط عليه كده ادي تو اذر كوليكشن. تعال نشوف كده كانسر سيل اللي احنا لسه مسمينها، الكيمياء الفيزيائيه، فيروس بيديك، ودي حاجات انا عملتها في دبلومات مختلفه.
التغيرات المناخيه باللغه العربيه، الدكتوره اللي بتقول اللغه العربيه مش شغال باللغه العربيه وهيتكلم عن اللغه العربيه تلاقيش، الليفر ديزيز، دور التعليم في تطوير المجتمعات، دي كلها كوليكشن انا عاملها. طب ممكن تضيفوا لي كده يا دكتور ابراهيم، اضغط على كلمه فانجا هيتضاف للفانجا اهو، بص بيقول لك تم اضافته باللون الاخضر اهو تم اضافته. طب ضيفوا لدور التعليم هيقول لك تم اضافته، ضيفوا هنا لتاثير التكنولوجيا، كل ما اللون الاخضر ده بيجي تم اضافته اهو تم اضافته، ضيفوا للذكاء الاصطناعي، دي كوليكشن انا عامله. عرفنا بنضيف ازاي وعرفنا الكلام ده كله وعرفنا اهو بقت اللون اتحول للون الاخضر، تيجي تضغط عليه تاني يقول لك ايه ريموف فروم، يعني ايه يعني هو اتضاف اصلا. طب ممكن اشيله؟ اه طبعا ممكن تشيله بعد ما اتضاف اهو ريموف فروم كده اتشال البحث يتشال. طيب نرجع بقى للجزئيه الثانيه علشان الناس ايه اللي مستعجله وتقول لك كله في الكتابه كله في البحث، عايزين في الكتابه. هنرجع بس للشبكه، خلاص عرفنا الشبكه، دكاتره الشبكه لها ترتيبين، حد هيقول السؤال اللي دايما بسمعه، معلش انا يعني في محاضراتي بسال اسئله لنفسي كتير ورد عليها لان الاسئله دي اتكررت كتير، فبالنسبه لي بقى الموضوع الف ب، وفي الاول وفي الاخر وما يأتوه من العلم الا قليل، ولكن من واقع شغل والخبره والشغل الكتير فيه فبالنسبه لي الموضوع الف ب. فالمهم ايه، حد يقول لي طب 4244 بحث، ودكتور ابراهيم انت ممكن تقول لي جمع بالين الابحاث، هاخد من الابحاث دي كلها؟ السؤال ده من بسمعه، انا هجيب المليون بحث ده اجمع منه واقول لحضرتك لا يا دكتوره او دكتوره او يا ريس، اقول لك لا عمرك ما تاخد الابحاث دي كلها، طب هاخد ايه واسيب ايه؟ هقول لحضرتك تعال ارجع بقى للمجله، ودايما انا بقول لحضراتكم ما حدش يكتب في البحث بتاعه غير لما يعمل تارجت لثلاث اربع مجلات. ليه يعمل تارجت لثلاث اربع مجلات؟ اول حاجه يشوف الجيدلاينز بتاعتها. يعني ايه جيدلاينز؟ هتقول لي هتشوف المجله بتقول لك في الجيدلاينز لو سمحت يا دكتور او لو سمحت حضرتك لما تيجي تكتب لي او ما تيجي تاخد ريفرنس اخرك 5 سنين، اخر 4 سنين، اخر 10 سنين، ما تروحش تجيب لي من التسعينيات او من الخمسينيات الا في حاله واحده في العلوم الانسانيه، لان بيعتمد على حقائق كتيرة قوي او في بعض التخصصات ان بيكون النشر فيها بطيء فبالتالي بيرجع لسنين كتيرة. لكن احنا في العلوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والكلام ده لازم تعمل ميكس بينهم، حتى دايما بيقولوا لنا اساتذتنا دايما في السيمينارز يقول لك انت يا ابني مش واخد مراجع حديثة ليه؟ هو مش عاجبك الناس اللي ناشرة تيجي تاخد من الحديث؟ يقول لك يا ابني انت مش واخد من القديم ليه؟ هي مش عاجبك الناس القديمة يعني مش عاجبينك؟ فدايما احنا بنعمل ايه؟ ميكس بينهم. فانا بقول كده من واقع الاسئله اللي سمعتها كتير سواء في المناقشات او في شغلي، دايما بقول ايه معلش انا دايما بحط قدامي العواقب عشان لما اقع فيها. دايما كان والدي يقول لك يا ابني اتعلم العوم، طب لو جه خوف من عند ربنا، طب لو انت مش متعلم ومتقال لك ان مش هتمشي برجلك، طب لو جه عوم هتغرق. فاحنا بنحط معلش احنا في البيولوجي بالذات بتاع الملوكر البيولوجي والبايوتكنولوجي عشان دي تخصصها دقيق جدا جدا، فبنحط الاسود قدامنا قبل الحاجه الحلوه، فعشان كده انا دايما تلاقوني ايه بحط العواقب. فالمهم انا لما انزل او ما الاقي قدامي ملايين اخد هنا ابحاث، لما الاقي قدامي ملايين الابحاث قدامي اخد هنا ابحاث، اول حاجه زي ما قلت لكم هترجعوا للمجله، المجله بتقول ايه؟ المجله بتقول اخرك 10 سنين اخرك 5 سنين. هنا بقى يبقى من هنا بعمل ايه يا دكاتره؟ يبقى من هنا ابدا انا وانا بكتب يبقى في ذهني اخر 5 سنين، يبقى اخد الابحاث اللي اخر 5 سنين. يبقى هنا لما انزل ابحاث شوف الموضوع بيجي ازاي، بيجي من كأنه هرم غذائي من فوق لتحت او العكس. المهم يبقى مش بتكتب بس، يبقى عامل تارجت لمجله، يبقى عارف هتكتب سيريال نمبر ولا الفابيتيكال، يبقى عارف اسلوب المجله في جرالها اكتر من بحث، يبقى وانت حضرتك بتكتب اخر 5 سنين او اخر 10 سنين، يبقى حضرتك لما تيجي تاخد ابحاث تاخد من المجله دي عشان لما تيجي تبعت لها تبقى واخد من ابحاث كويسه وتبعت للمجله دي. الحاجات دي لما تيجي تنشر مره واتنين والف، اكيد لو حد من حضراتكم نشر عارف الكلام ده بالنسبه له الف ب، بس لا مميز. فانا النهارده لما قدامي 4400 بحث، لما قدامي عدد كتير من الابحاث اخد اني بحث، اقول لك اضغط على التايم لاين، ضغطت على التايم لاين اعمل ايه في التايم لاين؟ التايم لاين بيبدا يقول لك ايه في التايم لاين؟ بعض الدكاتره خليكم معايا.
فالتايم لاين بيقول لي ايه؟ نعمل زوم تاني معلش. تاني هو الشبكة هتفتح قدام حضراتكم اهو. التايم لاين هيقول لك ايه دلوقتي؟ هيقول لك خد بالك الابحاث دي انا مرتبها لك سنين اهو. النتورك اللي انا عايزها تايم لاين، معلش التايم لاين افتح، خلي يعني خلي التايم لاين باين. تعالى كده اه، شايفين بقى التايم لاين؟ هم مثلا عدد معين من الابحاث، قال لك خد بالك في بحث 1927، هو ريليتد لشغلك مش انا بشغل البيولوجي. لو اشتغل على جين اديتنج هتلاقي حاجات قديمه، هتقول لي حد، لو حد من حضراتكم بايوتكنولوجي هيقول لي اه هتلاقي حاجات قديمه قديمه قوي، وهتلاقي حد اشتغل في الكروسبر كاس 9 حديث خالص. فانا لما اجي اخد ابحاث الجين اديتنج ما اقدرش اخد بتاع 27، ليه؟ المجله هتقول لي اخرك 10 سنين، اخرك 5 سنين. حد بيشتغل على جين اديتنج على مثلا، اي فكره، اي شغل، كانسر سيلز، تيم سيل، اي حاجه، هياخد ابحاث حديثه عشان واقع شغله او المجلات بتنشر او الكلام ده. لو حد نباتي دكاتره، كان في معلومه جت في دماغي النهارده مش عارف يعني، بس ده عشان مش اشتغلتش في النبات قوي يعني، بس لو حد نبات من حضراتكم وله علاقه بالامراض وخاصه في الطماطم، يا ريت يشوف لنا حل لعلاقه الطماطم، سواء كان جين اديتنج او اي شغل، المهم في الطماطم وتحملها لدرجه الحراره، عشان فعلا الطماطم في درجه في الصيف بتموت كلها لما تتزرع في شهر، وخاصه في شهر 7 او في الصيف اللي هو صيف شديد يعني، بتموت جدا مع المزارعين. دي جت في دماغي النهارده، فقلنا ليه ما نعملهاش جين اديتنج او يدخلوا لها جين معين او ما شابه ذلك. لو حد فيكم طماطم او زراعه يا ريت يهتم بالجزئيه دي، لو عمل شغل في الجزئيه دي او لو معمول ابحاث، عشان برضه انا ما قريتش في الجزئيه دي، هيطلع شغل محترم قوي قوي، لان الابحاث الطماطم ما بتحملش الحراره بتموت وتفقد حاجات كتيره كتير قوي قبل ما بترمي او الكلام ده كله. فيا ريت ايه يعني يفكر في الجزئيه دي. ولو فيها شغل، دي معلومه كده جت على دماغي النهارده فقلت اقولها لو حد من حضراتكم متخصص يعمل في الجزئيه دي. المهم نرجع لشغلنا. فانا النهارده لما اجي اعمل اخد ابحاث، هل اخد ال 4200 و400 ولا هاخد ابحاث ثانيه ولا ايه بحث؟ انا ممكن في ال 4000 دول ما اخدش غير اللي هم المليونين دول الاخضر دول، وما اخدش دول او ما اخدش اللي تحت دول كله، او لو واخد حاجه اهو، واخد حاجه مثلا، انا واخد حاجه مثلا في 1400 1958 اضغط عليها 1958 اضغط عليها واعمل له ريموف اهو البحث ده، اعمل له ريموف. ليه هتعمل له ريموف يا دكتور ابراهيم؟ لان 1900 ده النهارده في 24، عرفنا الجزئيه دي. فما باخدش وبس، عشان في سؤال دايما بيجيني انا عندي مجموعه ابحاث كتير، اخد نو ما اخدش نو الكلام ده. طب وصلت الجزئيه دي. في بقى بعض الحاجات في الموقع، الاريال وورك والليتر وورك دول مختلفين شويه. انا دلوقتي بعمل بحث في 24 هاخد من سنه 23 واللي وما تحت. طيب الابحاث الحديثه عن او الاريال وورك، الحاجات الحديثه اللي واخدين سيتيشن، واخد ايه؟ خدوا بال حضراتكم عشان الامور تبقى واضحه. البحث اللي انا شغال عليه حالا هو وليكن بحث 2012، ففي حاجات احدث وفي حاجات يعني في ابحاث او باحثين واخدين سيتيشن، يعني بتاع 24 واخد بتاع 22 سيتيشن، و22 وسط واخد بتاع مين؟ واخد بتاع 10 2010. يبقى 22 هو متاخد سيتيشن في سنه 24، وبتاع 22 واخد من 2010. فدي الفكره منه الليتر وورك. السيز اوثرز دي بقى، دي مهمه جدا. السيز اوثرز دي بيقول لك ايه؟ السيز اوثرز الناس الباحثين اللي هم شغالين في البحث بتاعك، اللي هم شغالين في النقطه البحثيه دي، السيز اوثرز. طب ودي بتوصلني لنقطه مهمه جدا جدا جدا، دايما الاقي التليفون مرفوع سواء عليا او على غيري. دكتور سين مش عايز تشتغل في بحث، دكتور صاد ما تعرفش مجموعه بحثيه، دكتور عين ما تعرفش مجموعه بتاخد طلاب عندي، مجموعه طلاب عايزه ادوم منحه،
دكتور مش عارف مين، ما تعرفش جروب عنده معاه كولابريشنز ومعاه فند لمشروعه ونشتغل مشروع مع بعضنا، دكتور مش عارف مين، الكلام ده كله دايما سواء على السوشيال ميديا او مع بعضنا بنعمله، انا كنت بعمله في الكلاسيك والكلام ده كله. لا النهارده بالذكاء الاصطناعي انا ممكن استفاد منه. شوف احنا رحنا النقطة بعيدة عن اصلا الابحاث وتنزيل الابحاث والذكاء الاصطناعي. نقطة تانية، دكتورة في العراق عندها شغل بس ما عندهاش فند، ممكن حد في مصر عنده فند يقول لك تبارك واحد اتنين تلاته، دكتوره في السعوديه عندها فند لكن عايزه حد يشتغل معاه، دكتور صين عنده جهاز معين ودكتور صاد عايز يشتغل شغله، اهو من هنا الكوليكشن. تلاقي الجماعه دول كلهم الريتك لبعضهم شايفين 130 واحد، وما تضغطوا على دي كل، خد بال حضراتكم نفس موضوع الابحاث، كل رسمه وكل دايره بتمثل باحث ومرتبطين ببعضهم، اهم مرتبطين مع بعضهم عاملين شغل اهو، وعاملين شغل اهو، دي باحث دي باحث لوحده، شوف شايفين الباحث دي شبكه عامل مع ده كله، وتاخد بحث الباحث من ده عامل مع ناس تانية وهكذا، خدت بال حضراتكم وهكذا، شايفين ده عامل شغل مع ناس كتير، تضغط على الباحث دي مثلا اللي كاتبه اللي فوق ده، اضغط عليه كده تعال شوف الراجل ده عن ومتاخد كام سيتيشن، 1994 سيتيشن، عنده كام بابليكيشن، 8 بابليكيشن، نشر 8 بابليكيشن واخد 1900. طب نضغط على اي دايره، كل دايره بتمثل باحث وليس بحث هنا، اضغط على الثاني ده، دي بسم الله ما شاء الله باحث ثاني هو 19500 سيتيشن، ومن نشر 122 بحث، تخصص ايه تخصص كذا، حد يقول طب انا عايز ارسله، اضغط على اسم الباحث كده وابدا اشتغل، اضغط على اسم الباحث وابدا ارسله، هتلاقي البيبر بتاعته كذا وابدا ارسله من الايميل بتاعه او ما شابه ذلك. طيب السجستد اسر دي بيقول لحضرتك خد بالك في ناس شغالين في تخصصات ليها علاقه بالتخصص ده، طب ممكن توضح اكتر يا دكتور ابراهيم؟ وليكن انا بايوتكنولوجي، دكتور سين من حضراتكم وليكن بايوفيزيكس، في علاقه بيننا وبين بعضنا، ممكن نعمل بحث مع بعضنا، او انا بايوتكنولوجي وفي حد من حضراتكم مولوكيولر او فيزيكس او كيمستري، مش وارد نعمل شغل مع بعضينا؟ تقول لا وارد، واحد يكتب واحد يشتغل واحد يعمل عملي واحد مرتبط بالنشر ونعمل شغل مع بعضينا. اهو بيقول لك في الجزئيه سجلت اوسر ان في حوالي 957 بحث 57 اوزر شغالين في شغل في ابحاث ريتد للجزئيه دي. نفس الموضوع ضغط على الباحث بقى من هنا يبدا يقول لك والله الراجل ده نشر ليه سيتيشن خمس يعني حوالي 6000 5800 وكسور وهكذا. اللينك كونتنت ده بيقول لك ان الموضوع بتاعك مذكور في حته تانية زي الويكيبيديا او ما شابه ذلك. حد هيقول لي يا دكتور ابراهيم هل ممكن بعد ما اعمل كوليكشن ممكن اخليه بابليك والناس كلها تشوفه؟ ايوه، اضغط على كوليكشن بابليك كوليكشن، اضغط على العلامه دي هتتفعل، وبعد ما تتفعل خدها كوبي وابعتها لاي حد. الموقع ده انا دلوقتي يعني ايه فصصته لكم، الموقع ده دكاتره في جزء الابحاث، دي موقع واحد بناخده في حوالي 10 او 15 موقع، له مميزات وله عيوب، ونبدا نتكلم على مواقع تانية شبيهه وهكذا. خدت بال حضراتكم؟ بس دي كده ايه حاجه زي ما بيقولوا ايه تصبيره، لما يكون حد جعان عندنا في مش هنقول في مصر، خلينا في الصعيد عشان انا من الصعيد، انا دايما بقول لما بجعان اقول لوالدتي مفيش تصبيره، هو نفس الموضوع. الموقع ده طبعا انا عاملين دبلومه سواء تشترك او ما تشتركش براحه حضرتك، في دبلومه حوالي 30 ساعه تدريبيه بغطي فيها جزء كبير قوي قوي قوي، اسمها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، 30 ساعه تدريبيه حوالي 15 محاضره، كل محاضره بتعدي الساعتين ونص، فانا او غيري عشان اقول لك اغطي لك الذكاء الاصطناعي كله في ساعتين او في 5 ساعات يبقى بكذب عليك. انا من النهارده حلقه نقاشيه في موقع واحد، شوفوا خدنا فيه من الساعه كام؟ خدنا فيه بتاع ساعه ونص او ساعتين في موقع واحد، ده فيه شبه النهارده انا عايز اقول لكم عليه دلوقتي، بس خايف يعني المحاضره تخلص وخلاص زي ما يقولوا. خدت بال حضراتكم؟ فاللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان والله مش عشان تقدروا وانا بحلف بالله مش عشان تشاركوا في الدبلومه او ما تشاركوش، سواء اللي اشترك اهلا وسهلا، ما يشاركش اهلا وسهلا، كده كده ان شاء الله الدبلومه الثانيه في مصر هتبدا في اول مايو، الدبلومه بتاع ماليزيا للمره الرابعه او المره الرابعه في ماليزيا هتبدا ان شاء الله، بيبدا يجهزوا في الاعلان في مصر المره الثانيه، لكن في ماليزيا المره الرابعه.
خدت بال حضراتكم؟ فازاوا تشتركوا وما تشاركوش براحتكم، بس انا بوضح لحضراتكم ان في جزئيه الا وهي ان مستحيل اغطي لك كل حاجه النهارده او في محاضرتين او في ثلاثه، ده هي حوالي 15 محاضره، كل محاضره بدون نقاش بس كده، بدون نقاش بتوصل لساعتين او ساعتين ونص لما نتناقش ونعمل اسئله. وطبعا دي دايما بفتحه في المحاضره، في سواء في جزء المحاضره او في اخر المحاضره بفتحه على طول في الدبلومه، لان الدبلومه بيكون 30 واحد ولا 40 واحد بيكون الموضوع سهل، لكن النهارده قدام 300 400 واحد لو افتح المايكات يتباغت تكفى اسئله مش هعرف اشرح، فاهمني؟ فانا عايز اوضح لكم واقول لكم في الاخر المحاضره ان الدبلومه 1 2 3 وتفاصيلها، واللي اشترك اهلا وسهلا، واللي ما اشتركش اهلا وسهلا، واللي عايز اي سؤال يا دكاتره مش بجامل على حضراتكم، لا انا دايما بقول ايه، ان احنا دايما كباحثين كلوز ذا سيركل بنساعد بعضينا، اللي عايز اي سؤال او اي استفسار تحت امره في اي وقت، مكالمه تليفونيه يبعت لي على الواتس، ان شاء الله مش هتاخر على الجميع، مش كلام بعيد عن بقى تشترك ما تشتركش، دي مش حوار، دي مش سكتي، تشترك اهلا وسهلا، ما تشتركش وعندك اي مشكله في اي حاجه انا اهلا تحت امر حضرتك. الموقع ده فيه اي مشكله؟ هي الموقع ده اللي انا شرحته دي فيه اي مشكله؟ هي الموقع ده دكاتره فيه اي مشكله؟ الناس اللي بتتكلم على الكتابه والبارافريزنج والكلام ده، ان شاء الله ان شاء الرحمن الباقي لنا حي، ان ما خلصنا ان ما غطينا جزء كبير هنا النهارده، لان ان ما غطينا جزء كبير ناخد محاضره ثانيه وثالثه ورابعه عادي مجانا، ما عنديش مشكله، خدت بال حضراتكم ما عنديش مشكله خالص، بس اونلاين طبعا، لان مش للامانه مش فاضي اعمل اي في اي مكان اوفلاين. هي الموقع دي فيه اي مشكله؟ اسم الموقع يا دكتور اسمه اهو ريسيرش رابت، وهبعت لحضراتكم حالا، احسن حد يقول لي داخل انا باسم الموقع حالا اهو على الشات، اسم اللينك بتاع الموقع سيادتك، هتخش من غير تضغط على الموقع وتشتغل، اهو تضغط تعمل ساين ان وتشتغل، اسم الموقع، واحسن حد من حضراتكم يقول لي عشان مش هشترك مش هيبعت لي اسم الموقع، اهو الشاتنج اهو. اسم الموقع، اللينك بتاع الموقع مش اسمه، ما حضرتك بس اضغط على الموقع على اللينك هيجيك على طول، لحسن حد يقول لي ايه اصلا مش هشترك في الدبلومه داخل عليا باسم الموقع، الكلام اللي ايه اللي ملوش لازمه، اسم اللينك بتاع الموقع عند حضراتكم، الاشتراك في الدبلومه كيف دي في نهايه المحاضره هبدا اقول تفاصيل الدبلومه 1 2 3، واللي عايز يشترك تفاصيله كذا وعليه بتاع ده قسم كذا والكلام ده كله وتفاصيلها من اي تو زد، بس اخوانا في الاخر عشان ايه عايزين زي ما بيقولوا نفرد جناحاته ونستفاد اكتر من المحاضره. ممكن تعيد الموقع بيفتح الموقع بيفتح ازاي حضرتك يا دكتوره؟ بعد ما تضغطي على اللينك هيجي عند حضرتك ايه حاجه اسمها الموقع بالمنظر ده، طيب اعمل ايه يا دكتور ابراهيم؟ اضغط على نيو كوليكشن من الشمال من فوق يا دكتوره، نيو كوليكشن ضغطت عليها، سمي زي ما انت عايزاه اسم الموقع، هتسميه يا دكتوره دكتورة إلهام، سميه باسم حضرتك، سميه باسم أي حاجة، نسميه مثلا دكتورة إلهام أو دكتورة إلهام أهو دكتورة إلهام، واضغط انتر أهو دكتورة إلهام ظهر عندي، والكانسر سيلز دكتورة إلهام، أبدأ أهو أديت كوليكشن، نرجع لنفس الموضوع عندي حلة وعايز أحط رز أهو أديت كوليكشن، ضغطت على أديت كوليكشن او ادت بيبر، هتحط يا دكتوره الهام الديو اي او الباب ميت او الكيوردز، وليكن دكتوره الهام شغاله في النانو تكنولوجي وعايزه تشوف ابحاث عن الجولد نانو بارتكل، يبقى نكتب جولد اهو جولد نانو بارتكل، الناس اللي لسه داخله المحاضره مسجله ما تقلقوش مفيش مسجله، وفي اي وقت سؤال استفسار تحت امر حضراتكم. وبنعيد مره ثانيه جولد نانو بارتيكل دكتور الهام، الهام اهو انا عايز اضيف مثلا البحث ده ضفت، والبحث ده بعد ما جرت الريفرنس البحث ده معايا وبعد اضيف البحث ده وهكذا يا دكتور، البحث ده البحث ده مثلا البحث ده وهكذا يا دكتوره معايا، طب انا ضفت الابحاث دي كلها عايز اشيل البحث ده بعد ما ضفته شيله من هنا ريموف، وصلت؟ طيب وبعدين يا دكتور ابراهيم اهم الابحاث ظاهره فيهم حوالي الاربع ابحاث اللي ضفتهم يا دكتور ابراهيم في حوالي كام بحث ريليتد ليهم؟ اقول لحضرتك 3200 3200 كسور، اضغط عليهم اهم نفس الموضوع، هتعمل لك كوليكشن وهتعمل لك فيجر، اضغط على بحث واحد فيهم بس كده هيبدا يقول لك والله البحث ده لوحده ليه ريليتد كذا،
هو يظهر لك دلوقتي شايف البحث ده لوحده الريليتد كام، البحث ده لوحده الريليتد كام 2801، وعرفنا ناخد اني بحث وما ناخدش اني بحث زي ما قلنا دكتور الهام. تمام، وصلت وصل الفكره دي؟ طيب حد على فكره الدكاتره دي مميزه في الموقع، لكن في مشاكل كتيره قوي، في مشاكل كتيره قوي. هتقول لي ايه مشاكل؟ اقول لك مش مشاكل، اقول لك في مميزات لموقع تاني. حد يقول لي طب انا يا دكتور ابراهيم لو عندي بيبر على انت خلاص انت جبت لي لينك او عنوان، وعندي يا دكتور ابراهيم بيبر عايز اجيب لها ابحاث ريليت، اقول لك بقى نخش على موقع تاني له مميزات تانية وبيعمل نفس الشغل بس له مميزات واحد اتنين تلاته. طب انا يا دكتور ابراهيم الموقع ده اكتفيت بيه او عدد المرات المجاني ما اسمحليش ليه، عايز اشوف موقع تاني. هو دي الميزه بقى، نخش على موقع تاني والتالت ورابع. الجزئيه دي وصلت رغم سرعة الكلام، لكن المحاضرة قيمة. أنا بعتذر على السرعة، أنا عايز أغطي أكبر جزء. المحاضرة مسجلة، ارجعوا لها مرة واثنين وألف. في أي مشكلة في الشرح وقفوني، اكتبوا كده وقولوا الجزئية دي مش مفهومة. حاضر يا دكتورة ولا نعمل أكتر من حلقة ما تحت أمر حضرتك. وصلت الجزئية دي؟ أنا كنت حابب، أنا يعني دايما بخش أشرح وأعمل محاضرة واحط فيها اجزاء كتير واشرح، بس انا حبيت اختلف يعني اختلف. انا لما دخلت لما كنت في المركز القومي عملت محاضره داتا وكنت نشرح منها واشرح من كل حاجه عملته زد. لما كنت في العراق، في العراق برضو محاضره محاضرتين مجاني تبع جامعه بغداد اعتقد، برضو نفس الموضوع في اماكن مختلفه. في ماليزيا كنت بعمل كده وفي منصات بعمل كده، بس النهارده قلت اخد الاسئله منكم. حبيت نغير، حابين انا اكمل شرح، افتح مواقع واشتغل معاكم واقول لكم الموقع دي مستو كذا والموقع دي مستو كذا والموقع دي مستو كذا براحتكم. كيف احصل على الفول بيبر؟ ما هو يا دكتوره او يا دكتور، دكتوره وفاء اهو الفول بيبر اهو، اهو احنا مش فتحنا الموقع ده، مش دي بحث يا دكتوره؟ اهو اضغط على البحث ده، ضغطت على البحث ده. نزل البيبر من عندك، دي فول بيبر تلاقيها في الموقع اهو، او هتلاقيها على ريسيرش بيبر. ريسيرش دي مش متاح مو بي دي اف، لو متاح بي دي اف بتنزليه بي دي اف، لكن لو مش متاح اضغطي على اللينك ونزليه من الموقع بتاعه. تمام، الموقع دي تمام. نرجع بقى للاسئله زي ما قلت لكم كده، دي حلقه نقاشيه. نرجع للاسئله ونشوف الناس ايه بتقول لنا ايه في الاسئله. طبعا عن الناس اللي بتتكلم باللغه العربيه باللغه الانجليزيه في الدبلومه، اه طبعا بنغطي كل حاجه، كل حاجه اداء باللغه الانجليزيه بنقول قصاد اداء باللغه العربيه، وميزه دي والفرق بين دي ودي ما تلاقوش. احنا حد يقول طب انا باللغه العربيه ودخلت دبلومه دكتور ابراهيم اعمل ايه؟ اقول لحضرتك انا بتكلم في كل حاجه باللغه العربيه باللغه الانجليزيه وبوضح كل حاجه. في دكتوره اعتقد دكتوره الهام، او انا لو عندي بحث ازاي هل ممكن انجاز بحث في الشهر من خلال الذكاء الاصطناعي؟ لا انت مش هنقول شهر، يعني مش عايز اطلع الجمله لحسن حد بيقول لي بينجح كلام، بس بفضل الله انا ممكن انجزه. انا بس واقع خبرتي يعني ممكن انجزه لك في يوم، بس انا عارف هعمل ايه واشيل ايه واحط ايه ومش هيطلع بديتكشن. بس يا دكتوره انا استفدت ايه؟ يعني انا اهو بشرح بالذكاء الاصطناعي وشرحت دبلومه مره واثنين وثلاثه وعشره ومثلت فيها ودبلومه متكامله والكلام ده، مستحيل اكتب بحث متكامل بالذكاء الاصطناعي او اخلصه. لا لازم احط دماغي. وهنا تيجي نقطه بقى، هل الذكاء الاصطناعي ممكن يقتل الابداع عندنا؟ دايما اقول لا، ناس كتيره بتنقدني، قلت لهم لا لهدف انا بستفاد منه لانجاز الوقت، للسرعه، لافادتي، لتطوير نفسي، وهكذا وهكذا وهكذا. بس مش لو عملت زي دكتوره الهام او دكتور سين او السؤال دايما بيجي لي كده، انا فعلا قتل الابداع عندي. انا هعمل ايه دكتوره؟ هستخدمه مثلا في تنزيل بحث زي كده فقل على وقت، ادور الابحاث دي. طب في نقطه معينه انا مش عاوز، يا والله انا بشتغل في الرساله بتاعتي في جزئيه في البحث مش عارف اوصل لها، وهو
يعني، ونشرت قبل كده كتير يعني الحمد لله رب العالمين، وشغال في الذكاء الاصطناعي والكلام ده، مش عارف اوصل له يعني. في خد بال حضراتكم برضو الاستاذ بيفرق عني، الاستاذ المساعد بيفرق عن الاستاذ، والاستاذ والواقع واللي بحث في النشر بيفرق، عشان دي برضو كل واحد له حقه يعني. مهما نوصل اسدنا اساتذتنا شباشبهم او جزمتهم فوق دماغنا، لان هم فعلا اللي علمونا. خدت بال حضراتكم؟ فمهما يتفوق التلميذ على مدرسه مش هيبقى شعره من مدرسه. فمن هنا بنقول ايه، مهما يتفوق الذكاء الاصطناعي لازم يكون لك خبره. خدت بال حضراتكم؟ لازم يكون لك ايد في الموضوع ده. لكن هو يعمل لك كل حاجه، طب ما هو كده قتل الموضوع عندك، قتل الابداع عندك. انت حضراتكم عارفين ما حدش قال السؤال ده في اي محاضره، ايه اللي كشف او ايه اللي طلع الاي اي ديتكتور؟ الصينيين. الصينيين كانوا بينشروا، الباحث منهم كان بينشر في الشهر عدد هائل من الابحاث، 20 50 70 100 بحث في الشهر. حقيقه كانت مصيبه، كانت مصيبه زرقاء، لحد ما المجله ازاي والبحث تروح للمجله. الذكاء الاصطناعي بيكتب ايه؟ بيكتب بحاجه ابداع، ما تعرفش تطلع وراه خطا، ما تعرفش تطلع وراه خطا. ولو حد بروفيشنال بس ما يستخدمش الذكاء الاصطناعي ما يعرفش يفرقه. لكن النهارده اللي تبعت لي شغل بالذكاء الاصطناعي اكشفه لك، وانا في لحظه اكشفه لك واعرف لك هو كاتب بنسبه كام. فالمجالات في البدايه ما كانتش بتكشفه والبحث وصلها وتنشره. اي شغل كومنتات على هيستوباثولوجي، شغل كتابه، شغل ريزلت، شغل ديسكشن، بيعمل لك كل حاجه. اتكشفت من هنا بقى، الصينيين كان بيشتغل بينشروا ابحاث كتيره، والمجالات كانت في حيره من امرها، تنفذ الابحاث بعد ما اتنشرت. طب ابحاث كتيره، طب ازاي تتنشر؟ سابوها زي ما هي، وابتدا بقى من هنا ايه الاي اي ديتكشن. عرفنا يا دكتوره الهام، رد على السؤال بتاع حضرتك. اه دكتوره عيده بتقول اخد الابحاث زي ما قلنا كده، انت حضرتك بتضغطي على التايم لاين وبتبدا تشوفي ايه الابحاث، اخر 10 ابحاث خاصه بحضرتك، وتشوفي ايه هم وتبدا تاخديهم زي ما احنا قلنا. رابط الحضور حاضر، في نهاية المحاضرة هنبدأ ابعت لكم لرابط الحضور، وابعت لكم رقم، اللي مش عارف يسجل يبعت لي الاسم بتاعه باللغة الإنجليزية، اعمل له شهادة PDF كمان، مش صورة، وابعتها لحد عنده تحت امره، ما تلاقوش يعني بالنسبة للشهادة. اللي يا دكتور كيفية الاشتراك في الدبلومة في اول مايو؟ حاضر، في نهاية المحاضرة هبدأ اقول لحضراتكم حاضر الاشتراك عليها. محاضرة مميزة، شكرا جدا لحضراتكم. الأسئلة بس. حلو السؤال ده دكتوره مها، بتقول انا جمعت البحث الابحاث بتاعتي، ازاي الخص، ازاي الخص البحث ده؟ ودي الجزئيه الثانيه اللي انا بقولها بعد تنزيل الابحاث قبل الكتابه. في ادوات اسمها، من اسمها انا كمدرب عامل لها اكسبريشن كده، ادوات المستخدمه في الاكستراكشن داتا فروم PDF. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك الاداه دي بتبدا تطلع لك الداتا من PDF، وليكن المثال اللي احنا عارفينه سواء اتعرض لحضراتكم او غيركم، او في بعض الناس ما تعرضلهاش، شات PDF دي مثال كده على الماشي كده، شات PDF اهو، ابدا افتحه. فتحت الشات PDF يبدا يحمل. او ابدا اعمل ايه في الشات PDF؟ ساين ان. خلاص انا كده بيحمل هو، تمام، بيعمل فيريفيكيشن بس اهو كده تمام. انا الدكتوره اللي بتقول لي انا نزلت البحث بتاعي، ازاي بقى اعمل اكستراكشن للداتا؟ ابدا اضغط عليها دكتوره، اداه عامه كده يمكن بعضكم يستخدمها وبعض لا، اسمها شات PDF. اضغط على نيو شات، ضغطت على نيو شات بيحمل اهو، سيبكم البحث المفتوح ده، مثال كنت عامله قبل كده. ابدا ارفع اي بحث، وليكن يعني مثال مثلا زي نرفع اي بحث من عندي. الابحاث بتاعتي فين؟ الكورسز اي اي كورسز، الذكاء الاصطناعي مبتدئين، الذكاء الاصطناعي مصر علماء المستقبل، هو الدبلومه، المحاضرة الأولى أهو، إدارة المراجع، إعادة الصياغة، البحث عن المعلومات العلمية هو باستخدام الذكاء الاصطناعي،
البيبرز، هبدا ارفع اي بيبر من دي. طيب حد يقول لي السؤال دايما اسمعه، دكتور ابراهيم ارفع، ينفع ارفع وورد ولا بي دي اف بس؟ اقول لك از يو لايك فور يو، براحه حضرتك، هو متاح لك الاثنين. نرفع مثلا البحث ده افكتيف اوف افكتس اوف فيتامين ايه، ضغطت عليها بيبدا يحمل، بيحمل مين يا دكتور ابراهيم؟ اهو بروسيسنج، بيحمل اهو افكتيف اوف فيتامين ايه، اهو بيحمل اهو. ايه ده يا دكتور ابراهيم؟ ده البحث نفسه اهو بيحمل لك اهو البحث. طيب حد يقول له دكتور ابراهيم انت ممكن ما يكونش بحث، ممكن انت بتقوله بس ما احنا مش شايفين. اقول لحضرتك تعالى كده نعمل زوم كده شويه، نعمل زوم، شايفين عنوان البحث هو افكتيف. او افكتس اوف فيتامين ايه كذا كذا، ماشي يا دكاتره؟ ماشي، تعالى نشوف البحث بتاعنا، تعالى نشوف البحث كده من الاول للاخر كده، ننزل كده، شايفين دي كل البحث اهو بيحمل اهو عندكم. ده كل البحث هو بيحمل، ودي والكونكلوجن بتاعته والريفرنس بتاعنا باي ايه، اي بحث. ومش لازم بحث يا دكاتره، عندك بحث، عندك بيبر، عندك مقاله، حضرتك عندك مجموعه، حضرتك اندر جراد بوست جرادويت، وعندك مجموعه محاضرات وعايز تشوف تلخصها. الكلام ده كله نيجي بقى دي الجانب اللي على اليمين، الجانب اللي على الشمال بقى دي بيقول لك انا قريت الموضوع، الموضوع بتاعي بيتكلم عن واحد اتنين تلاته، ويبدا يقترح لك اسئله. طيب لا يا دكتور ابراهيم انا عايز اسئله من دماغي. اقول له ايه مثلا يا دكتور ابراهيم؟ عايز اعرف البحث دي بيتكلم عن ايه؟ اقول له امبورتنس، اهميه البحث دي امبورتنس. اوف ذيس بيبر، لو سمحت ممكن تكلمنا عن البحث ده بيتكلم عن ايه؟ واضغط انتر، تعال نشوف اكتب ايه. ذيس بيبر بتتكلم عن واحد اثنين ثلاثه اربعه. تحدي النقطة. طيب ممكن تعمل لي اكسبلين ذيس بيبر، اشرح لي البيبر دي لو سمحت، انا كتبت بيبر غلط. ماشي، شايفين البيبر دي بعنوان كذا، بتتكلم عن كذا، وابدا اديك التفاصيل بتاع البيبر بالتفاصيل ايه. طيب عايزين ايه؟ سألت اللي انت عايزه، حد يقول لي بقى السؤال دايما اسمعه، طب انا عندي بي دي اف. طب لا دكتور ابراهيم انا عندي لينك عن موضوع معين ينفع؟ طب انا عندي صوره. طيب عندي يعني ايه عندي صوره؟ يعني عندي صوره ومش فاهم الصوره بتتكلم عن ايه. ودايما ده السؤال بيجي لي حد من ما هي تخصص ده الطب مثلا، شهر بتاع الطب دول تخصص طب قسم اشعه. دكتور ابراهيم ممكن تشوف لي الذكاء الاصطناعي يقول ايه على الاشعه دي؟ طب لا انا طالع لي تحليل من ريال تايم بي سي ار دكتور ابراهيم، وعايز اقرا البندات بتاعته. طب لا انا مش فاهم حاجه معينه في الفيجر ده يا دكتور ابراهيم. طيب رسمة في البايو رندر او رسمة كوفيد او ما شابه ده ممكن تشوفه لي؟ طبعا دي بتجيلي كتير. طب لينك مع حاجة معينة، طب عندي فيديو، الكلام ده كله بالتفاصيل هنتكلم عنه ان شاء الله في الدبلومة بالتفاصيل. بس النهاردة حلقة نقاشية تعتبر كده ايه، زي ما قلت حلقة عامة، حاجة كده عامة عن الموضوع. لكن حد عايز لينك مش مشكلة، موقع على اللينك، موقع على صورة، استفسار معين اللي انت عايزه ابعته لك عادي خالص، مش لازم يعني مش مجبور ان حد تحضر الدبلوم، لا خالص اللي انت عايزه، عشان ما حدش يقول انت عامل واحد يعني تتكلم كله عشان تقدر في الدبلومه، لا اطلاقا اللي انت عايزه تحت امرك. فدي مثلا شات بي دي اف ترفع يا دكتور البحث، ومش ترفع بحث اللي انت عايز، شوف دي كل ابحاث انا رفعها قبل كده. تعال نفتح اي بحث منهم كده، نفتح بايكتيف كومباوند دي مثلا، اكستراكت فروم مارين سبونج، نفتح او ماي ريفيو، اي حاجه اهو، دي ريفيو مثلا انا رفعته، دي كنت ريفيو انا نشرتها قبل في المجله البيطريه لعلوم الاسكندريه بتاع ده، كليه الطب البيطري جامعه اسكندريه، دي بحث مجله كنت نشرتها في اول ما اتخرجت سنه 2020. ودي بقى دي ريفيو ارتكل على فكره مش بحث اهو.
واول حاجه ليا من واول حاجه ليا في البحث العلمي، واجمل حاجه دي كلها دكاتره اشتغلتها مانوال على فكره. فكنت ساله قبل كده، ده حاجات انا اشتغلتها قبل كده، فقلت له ساله، قلت له لو سمحت اعمل لي سمرايز للبيبر دي. قال لي خد بالك شور بالتاكيد هيرز سامري اوف ذيس بيبر ذا كولوريلا اند بوتنشال اوف كذا، وخد بالك الاسر ابراهيم اند البيلي الدكتوره بتاعتي يعني الاستاذه بتاعتي دكتوره زيزي، وهنا كنا عاملينها في كانت هي مشرفتي في البروجكت بتاع التخرج ده سنه التخرج، ونشرناها في ايه في سنه 2020. فاللي انا عايز اقول لكم ان ممكن ترفع ابحاث قبل وترجع لها في اي وقت. الناس اللي بتقول لك اعمل لك اكستراكشن اكستراكشن الداتا، ومش بدل في الدبلوم مش اللينك بتاع الموقع ده بس، تزايد عد ما تقولش 10 او 15 موقع، وكل موقع اللي فايدت، وهنتكلم عن ده بالتفاصيل في نهايه المحاضره، هقول لك هناخد ايه وايه في الدبلومه. فالاستاذ اللي قال والدكتور اللي قال لو نعمل اكستراكشن من الداتا ده حاجه كده على المشي. اين نجد المحاضره على اليوتيوب؟ ابعت لكم اللينك اليوتيوب ولينك التليجرام اللي ينزل عليه الماده العلميه والشهادات ولينك الحضور وكل اللي انت عايزينه. رابط الحضور في نهايه المحاضره يا دكاتره. قال لي بيدعم البحث عن المراجعه باللغه العربيه. طبعا بيدعم يا دكتوره، دي في مواقع كتيره جدا. اي اي للترجمه، حلو قوي السؤال ده. في ادوات عامه وادوات متخصصه في الترجمه، يعني مثلا انا ممكن لو افتح قدام حضراتكم كده جوجل بارد او جيميناي، اضغط كده على بارد، دي اداه عامه كده على الماشي كده، ايه اداه عامه. في طبعا ادوات متخصصه بتترجم اكيني مترجمه، مش واحد مترجمها، لا افضل من مترجمينها. وخد بال حضراتكم لو البحث بتاعك بي دي اف بترجمه لك بي دي اف، طب ممكن انزل وورد او وورد. طب لو نزلت وورد التعديلات بتتغير، لا كل حاجه بتنزل زي ما كانت. طيب لو بحث يا باشمهندس او يا دكتور، لو عندي بحث نزلته من المجله ما فيش شعار مجله بيترجمه، اسماء الريفرنس يا باشمهندس بيترجمه اللي انت عايزه بيترجمه، ومن اي لغه لاي لغه. ما حدش بقى يقول طب باللغه العربيه، طب باللغه الانجليزيه، طب باللغه الفرنسيه. جماعه زمايلنا في الجزائر وفي المغرب اللغه الفرنسيه واللغه الفرنسية بتاعتهم قوية جدا، من أي لغة لأي لغة. زمايلنا اللي في إيطاليا وفي ألمانيا والكلام ده، كان حاضر ناس كتيرة جدا معايا في دورة اللي في ماليزيا واللي في مصر برضه، في ألمانيا وإيطاليا كان حاضر في بتاعت ماليزيا، كان دايما بيقول طب اللغة الإيطالية من أي لغة لأي لغة. ما حدش بقى يقول طب اللغة العربية من أي لغة لأي لغة. طب دي أداة عامة كده اسمها جيميناي، عاملاها شركة جوجل. تعال نشوف الأداة دي بتعمل إيه وبتترجم ولا لأ، وإيه الفرق بينها وبين الأدوات التانية. اقول له مثلا اتكلم المسجد النبوي، مسجد صلى الله عليه وسلم، مسجد سؤال عام كده، المسجد النبوي، واضغط انتر. ربنا يوعدنا ويوعد المسلمين كلهم يعني، اللهم امين يا رب. المسجد النبوي هو ثاني اقدس موقع في الاسلام بعد المسجد الحرام، في واقع في المدينه المنوره. حرفيا يا دكاتره الناس الزملاء اللي راحوا اللي في السعوديه او اللي زاروا المسجد النبوي راحوا عملوا عمره او حجه كبيره، حرفيا يعني من افضل الاماكن على وجه الارض. طبعا احنا رحت الحمد لله رب العالمين في شهر 9 اللي فات ده، يعني متعه متعه دينيه وفسحه ما شاء الله، حرفيا والله ما كنا عايزين نيجي من هناك. فالمسجد النبوي هو ثاني اقدس مكان. بيبدأ يتكلم بقى عن المسجد النبوي، والواحد ليه الشرف يعني ان يقرا عن المسجد النبوي. تاريخ المسجد النبوي، بدا بناء المسجد النبوي في شهر ربيع الاول صلى الله عليه وسلم، وكان طوله كذا وعرضه كذا، اهميه المسجد النبوي. بدا يتكلم عن المسجد النبوي، معالم المسجد النبوي والكلام ده كله. طب انت بتعمل ليه كده يا باشمهندس؟ عايز اقول لحضرتك انا عايز مثلا اخد الكلمتين ضم اي حاجه، يعد المسجد النبوي من اهم رموز الاسلام والكلام ده كله. الدكتوره بتتكلم على الترجمه، اقول له لو سمحت ترجم هذه الجملة باللغة الإنجليزية، وأحط الجملة بتاعتي وأضغط انتر، شوف هيترجم كده ولا يعمل ايه. عمل ايه؟ ترجم لك ولا لا؟
باللغة الإنجليزية. طيب لا معلش، لا أي لغة بقى، ويبدأ كل حاجة والترجمة إيه بتاعي. طيب ترجم باللغة الفرنسية. ونشوف كده. يا باش مهندس، هو بيترجم ايه؟ انت قلت له بس ترجم باللغة الفرنسية، هو فاهم هو بيعمل ايه؟ انا شغال دلوقتي على المسجد النبوي، عمل له حاجة عامة، ابتدى قلت له ترجم دي باللغة الانجليزية ترجمها لي، ابتدى هو يترجمها لي باللغة الفرنسية. ليه؟ لان هو فاهم انا بتكلم على ايه. زي مثلا ما اتكلم مع اي حد من حضراتكم، مثلا اي زميل ليا او حد من حضراتكم بيتكلم مع اخته واخوه في موضوع معين، وجاء قال له اي كلمتين كده وقال له فاكر الموضوع الفلاني، ايه ده يتكلموا فيه مره تانية لانه فاكرين بيتكلموا عن ايه، فابتدى يترجم باللغه الفرنسيه. بارد او جيميناي اللي عاملاها شركه جوجل لها ميزه عن الشات جي بي تي وعن بينج وعن يو وعن بويلين، دي كلها ادوات عامه، ان بتنزل على على الموبايل. هتقول حد يقول لي دايما السؤال بسمعه، ما شات جي بي تي بينزل على الموبايل؟ هقول لحضرتك دي ميزه، ان ممكن تشغل الصوت، المايك من هنا ممكن تضغط عليه يشتغل. ودي دايما لما نيجي في الاخر الليل كده او لما بتعبانين وعايز مش ماليش نفس اقرا، عايز اسمع، ابدا اشغل الصوت دي السؤال واشغل الصوت واسمع. ودي نموذج عاملاه شركه جوجل، واللي شبيه ليه عاملاه شركه اوبن اي اي شات جي بي تي، واللي عاملاه شركه مايكروسوفت بينك، واللي عامله شركه وشركه فيسبوك عامله وشركه فيسبوك اللي هي ميتا عامله اداه اسمها لابس. ركزوا كده، بيربليكسيتي، لابس بيربليكسيتي، لابس بيربليكسيتي، لان في اداه اسمها بيربليكسيتي عاملاها شركه اوبن اي اي. يا ريت نركز في الكلام ده كله. تمام يا دكاتره؟ شركه بو يا دو... ايوه دكتوره، دكتوره سماح بتقول الاداه يا دكتور كيف اداه بويو. يا جماعه الموضوع اعمق من كده، والله الموضوع مش على قد محاضره ساعتين ولا 5 ساعات، لا ده انا في اول محاضره بس كده بتكلم عن الادوات العامه اللي هي شات جي بي تي وبينج وجيميناي ولابس بيربلكسيتي وبيربلكسيتي وبويو، كل دي بتكلم عليه في محاضره. وبعد كده بخش على الادوات المستخدمه في السيرش، بعد كده الادوات المستخدمه في الاكستراكشن اوف داتا، وبعد كده اخش على الكتابه، والكتابه ليها انواع، كتابه بريفرنس ولا بدون ريفرنس، والكتابه عامه ولا سبيسيفيك، والكتابه العامه هل بتدور على افكار في دماغك عايز ادوات تكمل افكار ولا لا. بعد كده الشغل على اخش على البرافريزنج. ده انا بقول لكم 30 ساعه تدريبيه، 15 محاضره، الموضوع مش على قد ساعتين، وكل محاضره ساعتين ونص وثلاث ساعات. والناس في ناس حاضره معانا دلوقتي خدت الدبلومه اللي فاتت تقول لكم الكلام ده. طب نرجع للاسئله ان الدكتوره كنت الترجمه برضو في ادوات متخصصه، انا في محاضره او محاضرتين انا باخدهم عن الترجمه. عندك بيبر، عندك كتاب معلش في اللفظ، عندك قرد ازرق يترجمه لك من اي لغه لاي لغه، وترجمه سبيسيفيك مش ترجمه جوجل. وخد بال حضراتكم مش لازم كتابه بس، عندك صوره عايز ترجمها كلام على صوره، الكلام ده دايما بس بشوفه. يا باشمهندس انا في كلام على صوره عايز اترجمه، انا عايز اعمل لك اكستراكشن للكلام على صوره، انا عندي جرافيك يا باشمهندس باللغه الانجليزيه او باللغه الايطاليه وعايز احوله للغه العربيه ومش عارف الكلام اللي عليه، انا عندي كل اللي انت عايزه في الترجمه وفي عمل الفيديو والبرزنتيشن من اي تو زد اللي انت عايزينه والله موجود. دكتور عايده لازم من مهارات البحث والابداع والتفكير لتكوين المهارات البحثيه للباحث التميز. انا ارفع لحضرتك القبعه دكتور عيده، لان دايما انا بقول في كل جزئيه في محاضراتي ان الذكاء الاصطناعي اسيست هيلب بيساعدنا مش بيقوم بعملنا. الذكاء الاصطناعي لو تسيبه كده اداه ما تقدرش تعمل حاجه، لكن احنا بنبدا نشغلها وتبدا نستفاد منها. حتى في الكتابه العلميه كنت دايما بقول لهم في محاضره الكتابه العلميه، الكتابه دي زي بناء العضلات، مش من يوم وليله تبدا تتعلم تبقى كتابه بروفيشنال. انا لو اجي اكتب النهارده مش هبقى زي الاندر جرادوت ولا هبقى زي البروف. البروف ده وانا غمض لك كده افضل مني في الكتابه، لان هو اتعود. الا بقى ان في بقى قواعد شاذه، ان في ناس بتبقى الاندر اللي هو ايه بي اتش دي او استاذ مساعد او مدرس مساعد او باحث بيكتب كويس لان ايده خدت على الموضوع ده.
لان الموضوع ايه مهارات. معتذر اعتذار كبير قوي على السرعة، ولكن انا حابب اغطي جزء كبير. اقدر اعمل ريفيو في وقت قصير دكتور محمد اللي انت عايز تعمله، سواء بحث. ده دكتور محمد خد بالك، الانترودكشن بتاع البحث ممكن يساعدك في تنزيل البيبر، ممكن يساعدك في كتاب. انا جزء معين من شغلي ما كنتش عارف اكتبه، مش لاجل ابحاث، دخلت على الذكاء الاصطناعي، بس جزء معين بتاع ايه هم بالظبط كده 5 طوز، مش عارف لهم، مش عارف انزل ابحاث حرفيا، ما كنتش لاجل ابحاث، لان كانت جزئيه كده ايه ابديت، ودي مش تقصير مني، لا ده كانت جزئيه ابديت قوي. دخلت على الذكاء الاصطناعي وقلت له اكتب لي الجزئيه دي، واكتبها لي بمراجعه حديثه، وابتديت اراجع ورا، كاتب جزئيه خطا كنسلتها، وكاتب جزئيه صح وابتديت ارجع لها عادي خالص يعني. كنت بقول لحضرتك فمش لاقي عادي ريفيو ارتكل او ابحاث على فكره، لان الابحاث دكتور محمد خد بالك في ناس بتيجي تكتب على الهيستوباثولوجي، اللي هو الكومنتات على الهيستوباثولوجي ممكن يساعده بالذكاء الاصطناعي، عايز يكتب كومنت كويس، طب عايز يعمل ديسكشن كويس، يبدأ يستخدم الذكاء الاصطناعي، وهو شاطر بقى بعد ما يقرا كلام الذكاء الاصطناعي ويقرا اللي في دماغه، هو يبدأ يعمل كومباينيشن، يعمل مزج بينهم ويطلع حاجة محترمة. يبقى هنا ساعدني الذكاء الاصطناعي ولا لا؟ يبقى مش لازم يا دكتور محمد في الريفيو ارتكل، لا انت ممكن في البحث في اي جزئية، في الانترودكشن، في الريزلت، في الديسكشن، في الكونكلوجن، اقول لك في الابستراكت او ليه لا، بس مش اللي هو احطه على الذكاء الاصطناعي يطلعهم لي قدم، لا ابلور الكلام واعمل كومباينيشن كلامي وكلامه واطلع نموذج جديد اكاني هجين. السلام عليكم يا دكتور، ما الفرق بين الاداه جيميناي برو 1 واحد ونص؟ بص يا دكتوره، خلينا في جيميناي. او يا دكتور، جوجل لما عملت نموذج عملته قسمته لثلاث حاجات، قسمت لجيميناي وقسمته لحاجه اسمها بارد والترا. ممكن تفرق لي بينهم يا دكتور؟ اقول لحضرتك الترا ده كان لسه لحد دلوقتي ما اشتغلش نموذج منهم، برضه كان القديم. طب فاتح انت يا دكتور ابراهيم الدبلومه اللي فاتت، يعني فاتح من حوالي شهر ونص جيميناي، كان في الاول بارد، اسمها بارد دوت اي اي، كان الدين مجاني، حولها لجيميناي اللي فتح، وجيميناي جيميناي كان افضل شويه لان بيدوا صوره. وهبدا ان شاء الله في الدبلومه افرق بين جيميناي واللي عملت شركه جوجل، واللي عملت شركه مايكروسوفت اللي هو بينك، واللي عملت شركه اوبن اي اي، واللي عملت شركه فيسبوك، والفرق بينهم، واللي بيدعم اللغه العربيه واللي ما بيدعمش اللغه العربيه، وكل حاجه نتفرج نتكلم بيها ان شاء الله بالتفاصيل. ما تقلقوش، الاداه اللي ممكن تنزل منها صور. بص يا دكتوره هبه، في اداه اسمها تيك اكسبيرت، بتكتب وبتعمل صوره تيك اكسبيرت، وفي اداه اسمها ليناردو، في ادوات كتيره جدا، بس الفكره مش في استخدام الاداه، مش في اسم الاداه، الفكره ازاي استخدم الاداه واطلع حاجه الريزولوشن بتاعها قوي. وبالنسبه للصور، في جزئيه محترمه جدا في الدبلومه عن ازاي اعمل صوره بالذكاء الاصطناعي، وازاي اعمل برزنتيشن، وهل ممكن اعمل برزنتيشن من 3 4 سلايدات، ولا ممكن اعمل من 50 60 سلايد، ولا 100 سلايد، هل ده متاح؟ اه متاح. طب ممكن انزله برزنتيشن واعدل عليه؟ انا النهارده لسه عامل برزنتيشن بالذكاء الاصطناعي لطالبه في المملكه، يعني شوف الكلام عام اهو، هتناقش بسيمينار بالذكاء الاصطناعي، عملت لها كانت في منتهى الروعه، الست كانت مبسوطه قوي لان انت عملت لها برزنتيشن باك جراوند، والله مش شكرانيه في نفسي، لا ده بالذكاء الاصطناعي عملت كومبينيشن بين شغلي وبين الذكاء الاصطناعي، اللي عملت لها بتاع ده باور بوينت، والله انا نفسي لما خلصته قلت ان شاء الله هخش بالسيمينار الباور بوينت ده، اشيل الداتا بتاعتي احط الداتا بتاعتي، مع ان انا عارف لو ركزت هعمل حاجات افضل انا او المتدربين اللي هيتدربوا معايا ان شاء الله، بس حاجات ابداع، تعمل باك جراوند وتغير في الصوره اللي انت عايزها، وتغير في البتاع ده اللي هو تغيير الصوره، اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، والله نسيت اسمه، اللي هو تحريك الصوره، حاجات كتير قوي في البرزنتيشن، بس لما نيجي في وقتها. ما هي برامج الاي اي ديتكشن؟ ولا دكتوره اللي بيسال على الاي اي ديتكشن، اه يا دكتوره تعال نخش على الاي اي ديتكشن، في ادوات كتيره جدا منها الجي بي تي زيرو، اهو افتحه قدام حضرتك دلوقتي بما ان دي محاضره نقاشيه، فممكن نجيب من اول ومن الاخر ومن النص زي ما انتوا عايزين، اهو جي بي تي زيرو، اضغط عليه
ضغطت على الجي بي تي زيرو بيفتح قدام حضراتكم اهو. الجي بي تي زيرو بيعمل ايه يا دكتوره او يا دكتور او يا دكاتره؟ لو حضرتك عندك فايل بي دي اف بحث ممكن يكتشفوه لك، طب لو عندي كلام برضه يكشفوه لي. وناخد بالنا من الجزئيه دي، في ادوات كتيره على النت وفيها لحد النهارده مشاكل، تحط الاداء عليها الكلام عليها يقول لك 10% مع ان هو الكلام 100%. تعال نجيب بقى الكلام اهو، تحط الكلام حضرتك هنا واضغط على تشيك اورجن، اورجن تشيك اورجن ويديك النسبه. تعال نشوف بقى وايه المشكله وهل هي مشكله ولا لا. احنا مش لسه كاتبين بالذكاء الاصطناعي اهو قدام حضراتكم، مش لسه كاتبين. تعال بس نكتب كلام، نفتح بس شات جديد هنا هو، ونكتب هنا اي كلام على جيميناي ونشوف الدنيا تمشي ازاي. جيميناي هو، ونكتب كانسر سيل، كانسر اي كلام اي حاجه على كانسر سيل عشان نشوف بس هل هو بيطلع لي ذكاء اصطناعي ولا لا. كانسر سيلز واضغط. كانسر سيلز خلايا سرطانيه، هيبدا هو يتكلم على الخلايا السرطانيه بالكلام على الخلايا السرطانيه، وبيقول لك الخلايا السرطانيه تفاصيلها كذا، وابدا اديني فيجر. انت بتعمل ايه يا دكتور ابراهيم؟ احنا بنتكلم على الاي اي ديتكتور. اقول لحضرتك دلوقتي هاخد الكلام ده نورمال سيل ان اور كذا ان اور بادي، واخد الكلام ده واحطه على الاي اي ديتكتور، هشوفه هل هيطلعه ويقول هو استخدم ذكاء اصطناعي ولا لا، ولو استخدم بنسبه كام في الميه. نحط الكلام ده اهو، حطيته قدام حضراتكم اهو عشان بس ما حدش يقول انت ايه بقى كلامه، بس اهو نورمال سيل ان ذا كذا على الكانسر سيل، واضغط ايه اوريجن شيك اوريجن، ضغطت عليه هيديني نتيجه دلوقتي. قال لي ايه؟ ركزوا معايا، يا ريتني ركز. قال لي يا دكاتره، قال نسبه الذكاء الاصطناعي 98%. حد هيبدا يقول لي دكتور ابراهيم انت قعدت ساعه تقول لنا ولا ساعتين الذكاء الاصطناعي، واقدر اكشف لك واقدر اعمل لك، وفي نسبه خطا اهو وكل حاجه بتخطا. ايه يا دكتور ابراهيم؟ اقول لك بس اصبر، بس اصبر عليا بس، يعني خد نايبك صبر زي ما بيقولوا. نركز ونقرا الكلام شويه. هو قال ايه؟ خد بالك، قال 8 او 90% ذكاء اصطناعي مع الاخذ في الاعتبار وي ار هايلي كونفيدنت اي اي. وعلق قال لك الكلام اللي معمول عليه هايلايت باللون الاصفر ذكاء الاصطناعي. تعال نشوف كده، هايلايت كله بالاي هايلايت، ذكاء اصطناعي كله شايف. طب فين ال 2% يا دكتور ابراهيم؟ اقول لحضرتك ال 2% دي اللي هي الفاصله النقطه في نهايه الجمله. ليه بقى الفاصله جدع دكتور عمرو، دكتور عامر احسنت، هو زي ما دكتور عامر قال كده، الذكاء الاصطناعي في نهايه الجمله بيحط لك نقطه بين الكلمه والكلمه، بيحط لك اند او كوما او نفس الموضوع. انا كانسان بعمل كده وهو بيعمل كده، فهي دي نسبته. فشايفين كشفها لي بلحظه، في لحظه كشفها لي. طيب عرفنا يا جماعه هاو تو يوز اي اي بروجرام فور بلاجاريزم يا جماعه. تاني والله العظيم للمره المليون، البرافريزنج حاجه ماشي هنجيبها دلوقتي واتكلم عنها تاني. حاضر حاضر حاضر. طيب الجي بي تي نرجع تاني للجي بي تي ايه؟ الجي بي تي زيرو على كشف الكلام، كشف الذكاء الاصطناعي. بص يا دكاتره، احنا عرفنا لو عندي كلام، لو عندي كلام بيعمل ايه؟ لو عندي كلام بحطه هنا. طب انا لو عندي فايل، عشان انا شايف ناس كتيره مستعجله على الشهاده وشكلكم زهقتوا مني. خلاص انا عرفت كده، لو عندي كلام بحطه هنا واعمل لي تشيك اوريجن. طيب انا لو عندي فايل يا دكتور ابراهيم، اضغط على ابلودنج فايل من هنا اسفل من اليمين من تحت، ابلودنج فايلز، وتعمل ايه يا دكتور ابراهيم؟ اختار الفايل اللي انت اللي عندك. هتختار مثلا الفايل ده، انا عامل فايل اهو، الفايل هيتحول لكلام اكيد طبعا، مش هحط الفايل كفايل، الفايل فيه كلام. واضغط على تشيك، ضغط لي عليه قال لي 100%. ليه يا دكتور ابراهيم 100%؟ لان هو اصلا ده ذكاء اصطناعي انا عامله في فايل، الموضوع سهل خالص، 100% ذكاء اصطناعي. وصلت الدكتوره اللي بتسال على جزئية الـ AI detection؟ وصلت الجزئية دي؟ وصلت. أنا زهقت منه، سوري زهقت مني، زهقتوا مني حضراتكم، زهقتوا مني. لو زهقتوا مني خلاص نكتفي على بهذا القدر النهارده.
طيب الحمد لله، في ناس كتير ما زهقتش مني يعني. لا اصلا في بعض الناس بتقول لي احنا زهقنا في فاكهة النهارده. واصل الشرح لو سمحت. الكيوبوت لعمل الكويز بوت لعمل الاسئله اختلاف انواعها، يوجد 60 سؤال مجاني لكن الموقع الان لا يبقى. ماشي دكتور امجد. طب كويس ان في ناس كتيره ما زهقتش مني. حاضر. طب نرد على سؤال دكتور امجد، السؤال المحترم قوي قوي مع ان جاي وقته بس. ماشي دكتور امجد قال انا عند دكتور امجد ودكتور غير دكتور امجد، والناس كلها احنا كاساتذه داخلين على امتحانات او ما شابه ذلك، وعايز الذكاء الاصطناعي يعمل لي سؤال او اسئله باللغه العربيه باللغه الانجليزيه باي لغه. اول حاجه اقولها لحضراتكم، حضرتك هتسال الذكاء الاصطناعي يعمل لك اسئله وجواب من دماغه، ولا عندك كتاب او بحث هترفعه عليه وهو هيعمل لك اسئله واجوبه؟ هتقول لي في فرق؟ اقول لك ايوه، لو عندك الكتاب وعايز الذكاء الاصطناعي يعمل لك عليه اسئله هترفع الكتاب وتقول له لو سمحت اعمل لي اسئله، هيعمل لك اسئله. زي مثلا احنا لسه قايلين الشات بي دي اف ولسه رافعين البحث ده اهو، اهو البحث الاخير دي مثلا اهو اهو افكت اوف فيتامين ايه، ولسه كنا بنسال ممكن اجي هنا واقول له ايه ميك ميك اهو ميك 20 اي حاجه 20 كويستشن about this paper. ممكن اقول question and مش لازم question بس، ممكن اقول question هنا اهو questions and answers، يعني مش لازم question بس، لا ده question and answer. يبقى عارفين يا دكاتره انا ممكن ارفع الكتاب بتاعي او البحث بتاعي وهو يبدا يعمل لي اسئله واجوبه، ومن هنا بتيجي نقطه الليميتيشن. دايما بيجي لي اسئله من ناس كثيره جدا جدا، سواء كانت اي بوزيشن، انا عايز اوصل لفكره بحث، انا عايز اشتغل ابحاث. سؤال دايما بشوفه على السوشيال ميديا او لما نقعد كده على ترابيزه انا ومجموعه من الباحثين، سواء كانوا اعلى مني في البوزيشن او اقل مني او زمايلي، انا عايز اجيب فكره في شغلي اجيبها ازاي من هنا. حاجه اسمها الليميتيشن. يعني ايه الليميتيشن؟ يعني ايه القصور اللي في البحث ده، وانا ممكن اخد القصور دي وبقول له الفكره وابدا اشتغل عليها. والكلام ده كله في محاضره متخصصه بالليميتيشن في الدبلومه، وازاي نطلع فكره او مش فكره افكار في مجالاتنا مهما كان مجال حضرتك. اهو اعمل لي 20 سؤال اند انسر، هيبدأ يعمل ايه هو؟ شايفين اهو، انا قلت له اعمل لي 20 سؤال والجواب بتاعه وات از ذا تايتل اوف بيبر، هو الراجل بيعمل اسئله وجواب من البيبر، انا قلت له كده اداني الاجابه. وات از ذا مين فوكس اوف ذا ستادي، ايه اللي بيركز عليه الاستادي دي، اداني الاجابه. هو ممكن ما يديش الاجابه دكتور ابراهيم، اه على اساس ايه؟ على حسب السؤال بتاعك، لكن انا قلت له اعمل لي السؤال والجواب. يا جماعه انتوا عارفين دايما كده بقول ايه، حب الشيء قبل انت بتحب الحاجه بتبدا. اهو نفس الموضوع الذكاء الاصطناعي، انت عايز تعمله بس الموضوع والله سهل سهل جدا، بس عايز ايه؟ عايز متابعه واستمرار والشغل ب 100 100. انا والله النهارده المغرب دخلت كده بفضل الله عز وجل فتحت الدبلومه وجبت منها شويه مواقع، انا ما عملتش غير كده بامانه. النهارده فتحت الدبلومه عندي جاهزه اصلا، الدبلومه المبتدئين والمتقدمه، المبتدئين بتاع الذكاء الاصطناعي بقى والبحث العلمي، والمتقدمه ذكاء اصطناعي مع تحليل احصائيه، واللي يخش على المتقدمه لازم يخش ياخد المبتدئه، عشان في حاجات كتير المتقدمه معتمده على المبتدئيه. خدت بال حضراتكم؟ لكن اللي عايز دي ماشي، عايز دي ماشي، مش عايز دي ولا مش عايز دي براحتكم، وعايز اسالني اي حاجه تحت امره. فهو اهو شايفين وقت الذكاء، وابتدى يديني السؤال والجواب اللي انت عايزه. اهو نفس الموضوع الكتاب بتاعك داخل على السؤال والجواب، مش لازم يا دكتور ماجد او يا دكتور سينا او اي دكتور، مش لازم موقع معين، لا شغل دماغ، نشغل دماغنا. بس يا جماعه الجملتين اللي اقولهم دول رجاء من الجميع، رجاء من الجميع نراجع ورا الذكاء الاصطناعي، لان جاي مشاكل كتيره قوي من اساتذه طلاب سالوني بدون ذكر اسماء، استاذ حاطط اسئله على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي عمل له اجابه،
الطلاب يقولوا اجابه صح، دي بتاعتهم صح، الدكتور يقول اجابه صح، مش واصلين لحل، قلت له لا انتوا اللي صح يا اولاد، بس الدكتور ما رجعش ورا الذكاء الاصطناعي. فلازم يا جماعه نراجع ورا الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي عمل سؤال حضرتك بعد ما تخلص الامتحان وتيجي تصحح ما تاخدوش از اتز، هو مش قران حضرتك، لا راجع وراه، راجع وراه، انا اخليك مسؤوليتي، راجع وراه للمره المليون. طب عايز اسئله اكمل يعملها لك، عايز اسئله اختيارات يعملها لك، بس رجاء عشان ما تظلمش الطلاب بتاع حضرتك، راجع ورا الاجابات بتاع الذكاء الاصطناعي. يبقى عرفنا دكتور دي مثلا كتابه وهترفعه. طب انا عايز اسئله عامه، اه مثلا زي شات جي بي تي، اقول له ايه؟ اكتب لي باللغه العربيه، عشان بتاعت اللغه العربيه انا حاسس ان هم ايه هيمسكوا فيا، وكل الشغل باللغه الانجليزيه، وانت يا دكتور ابراهيم مش مهتم بينا. حاضر حالا اهو باللغه العربيه. اقول له ايه؟ اكتب لي اهو، اكتب لي 20 50 عشان 30، عشان محدش يقول لي ما فيش غير 20 20 30 سؤال. اكتب لي 30 سؤال بأي لغة، سيب اللغة عن ايه، عن ايه، الاهرامات، اي حاجة. اكتب لي 30 سؤال عن الاهرامات، عشان عن الاهرامات بالنسبة لحد من حضراتكم ايه تاريخ يعني. اكتب لي 30 سؤال عن الاهرامات، هيبدأ هو يكتب لك 30 سؤال عن الاهرامات، 30 سؤال عن الاهرامات. التاريخ ما هو، او ما هو عمر اقدم الهرم في مصر، من بني الاهرامات، كم من الوقت استغرق، ما هي مش عارف ايه، ويبدأ هو طول ما هو شغال ايه بيبدأ ايه بيبدأ يعمل لك، طول ما النجمة دي شغالة بيبدأ يديك اللي انت عايزه. وبعد كده الميزة بقى، ميزة جيميناي، وهنتكلم عنه بالتفاصيل ان شاء الله، بيبدأ يقول لك التاريخ والبناء، بيصنفها لك التاريخ والبناء 10 اسئلة، الوظائف والاغراض هيبدأ يديك اسئلة كملها لك، رقم 11 ما هو الغرض من بناء الاهرامات، عشان مقابر القدماء المصريين والكلام ده كله، ال 12 يقول لك الاثار والتأثير، يبدأ يكمل لك الاسئله دي ميزته، وهكذا سواء باللغه العربيه. يبقى في انا اصلا، وان شاء الله في الدنيا اتكلم كده، الاداه الاسئله عامه، لا انا لو عندي بحث وابدا ارفعه، انا لو عندي بيبر، عندي كتاب احط اسئله الامتحانات. ومن هنا اصلا بتيجي، يعني انا بشكر دكتور ماجد او الدكتور اللي سال السؤال، ومن هنا بتيجي انا لو عامل بحث وعايز اشوف القصور بتاعتي قبل ما ابعته للمجله، هل ممكن استخدم كده؟ ايوه، بس في بريكوشن عشان البحث ما يسرقش، وهنقولها في وقتها. قال له البركوشن المشكله انا وقفت معايا مش عارف ايه الكلام ده كله، ايه القصور بتاعتي، قصور في اللغه، قصور في مش عارف ايه. طب حد يقول لي انا اصلا يا دكتور ابراهيم استاذ وخلاص تكفيت نشر ابحاث، هستفاد من الدبلوم؟ اقول له حضرتك اكيد اديتور في مجله، اقول له، هتقول لي ايوه، اقول لك ممكن بكل سهوله في جزئيه خاصه بيه، لو بحث جالك ممكن من اداه معينه او بعض الادوات ترفع البحث وتقول له ايه شوف لي الليميتيشن بتاع البحث، يقول لك البحث مقصر في 1 2 3، يديك ريبورت وتبعته للباحث، البحث كسر في الجزئيه الابحاث 1 2 3، البحث اللغه بتاعته بيديك بتاع ده، بيديك اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، بيديك ريبورت كده عن الموضوع، ويبدا يقول لك والله القصور بتاع البحث باللغه كذا، القصور في الجرامر اللي كذا، ويبدا يديك ليميتيشن كده. طب لا يا دكتور ابراهيم انا عندي بحث وعايز احوله البرزنتيشن، انا عندي بحث وعايز احوله لاوت لاين بتاع البرزنتيشن، انا عايز احوله الوورد. بص يا جماعه، يعني سواء تاخد الدبلومه وما تاخدهاش، كل اللي انت عايزينه من اي تو زد في الدبلومه حرفيا. يعني عرفنا يا جماعه. طب لو عندنا ملف وعايزين نعمل اسئله ممكن نرفعه؟ لا طبعا، جيميناي ما بيرفعلكش ملفات يا دكتور، دكتوره سماح، ما بيرفعش ملفات، في ادوات متخصصه لرفع الملفات ونتكلم عنها بالتفاصيل. والله اللينك الحضور هينزل، حاضر حاضر. طب لو عنده صوره نعجل الكترو فلوس مثلا وارسلتها لمجله، وتريد المجله توضيح البندات، هل تستطيع المواقع؟ اه طبعا، اه طبعا دكتور محمد، في في مواقع بتعمل لك الريزوليوشن بتاعها محترمه خالص ونظبطها لك. كفايه يا دكتور تعبنا، انا مش هزعلك يا دكتور هدى، حاضر حاضر يا دكتور هدى، حاضر يكفي اليوم خلاص، ما تزعل يا ماشي، انا ده ساعتين ودخل على ساعتين ونص اهو، مش هنزعل حضراتكم، كفايه خالص كده النهارده، هو نقفل بس الريكورد. طب حاضر دكاتره، عشان الناس اللي زهقت مننا هبقى اعلن
يعني هدية مني للجميع إن شاء الله، الرحمن هدية مني للجميع إن شاء الله. أول محاضرة نعملها في الدبلومة مجاني بإذن الله عز وجل، أول محاضرة في الدبلومة مجاني للكل عامة كده، سواء اللي يحضر أو ما يحضرش بإذن الله عز وجل كده، إن بقى لنا في العمر بقية، أول محاضرة في الدبلومة أعملها للكل مجاني، وبشهادة كمان لوحدها مجاني، واللي هيكمل الدبلومة يكمل وما يكملش براحته. طبعا الدبلومة فيها عدد فيها حاجز، وأول ما العدد اكتمل هنبدأ إن شاء الله في أول مايو، مش أول مرة يعني مش أول مرة نعلن عنها، لا ده إحنا معلنين عنها، ولكن هيبدأ في أول مايو. دي محتويات الدبلومة، تعال نشوف بقى هناخد إيه في الدبلومة، وبعد ما نفتحها هنزل لحضراتكم لينك الحضور ولينك الشهادات ولكل اللي أنت عايزينه. دي محتويات الدبلومة، والدبلومة الحمد لله رب العالمين للمرة الثانية على المنصة والمرة الرابعة في ماليزيا، يعني جاهزة المحتويات بتاعتها، هذه تكمل ونبدأ على طول إن شاء الله. طيب هناخد إيه في الدبلومة يا دكتور إبراهيم؟ الدبلومة يا دكاترة 6 أجزاء، 30 ساعة تدريبية، 15 محاضرة، ومع الأسف الاعتبار ممكن توصل ل 16 و17 محاضرة. ليه يا دكتور إبراهيم؟ لأن ال 24 ساعة في أبديت في الذكاء الاصطناعي، وأنا أي أبديت بينزل لازم أعمله ولازم أقول لكم عليه. فمش معنى إن إحنا 15 محاضرة بقول لك لا أنت مالكش تاني عندي محاضرات، لا ممكن توصل ل 15 محاضرة و16 محاضرة و17 محاضرة، والمحاضرة مش لازم ساعتين، لا ده ممكن ساعتين ونص 3 ساعات، ده حقكم، حقكم عندي لو انا مكانكم واخد محاضره لازم اخد حقي فيها، يعني دافع فلوس ده حقكم، فبعمل كده في الدبلومه بتاعتي. ومش بنقفل المايكات كده بس عشان النهارده عدد كبير فقافلين المايكات، لا ده احنا في الدبلومه بنفتح المايكات لما يبقى 40 واحد ولا 50 واحد سهله، كل واحد يسال سؤال وبنفتح الشات زي ما انتوا عاملين كده. طيب اول جزء في الدبلومه يا دكتور ابراهيم، اول جزء في الدبلومه بنتكلم في ال3 اجزاء دي، ده اول جزء بنتكلم عن ادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمه في البحث عن المعلومات العامه زي الجيميناي والشات جي بي تي وبوي، وبنفرق بينهم، وانا عندي ما عايز ابحث عن موضوع عام وايه الفرق بين ده وده، والاحسن الجيميناي ولا بينج، واللي عامل الشركه دي مين وايه بيطور ازاي والكلام ده. بعدين بنخش على الجزئيه الثانيه، ادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمه في تنزيل الاوراق البحثيه. يعني ايه تنزيل الاوراق البحثيه؟ انا عايز انزل اوراق بحثيه، حد يقول لي طب ما انا بخش على جوجل سكولر وبنزل، يقول لك لا ده النهارده بقى الاوراق البحثيه ايه، ايه الاوراق البحثيه الريليتد لشغلك ومش الريليتد وبس، مش فيها ابحاث عندك كلوز باكسس، لا النهارده بالذكاء الاصطناعي بفتحها لك. ده مش هو بس كده، ده النهارده لو في بحث معين مش عارف توصل له ممكن بالعنوان البحث بس يوصله لك، وتراسل وتنزل البحث بتاعك تقدر تراسل وتتكلم عنه. طب لا ده مش بس كده، انت لو حضرتك عندك بحث واثنين وثلاثه و1000 وعايز تشوف ابحاث ريليتد ليهم، حد من حضراتكم عنده بحث واحد وعايز يجمع عليه 50 60 بحث على البحث ده ويكون ريليتد ليهم ينزله، ارفع البحث بتاعه وينزله. بل بالجميل بقى يقول لك في بعض المواقع تقول لك ايه الابحاث دي بنسبه كام في الميه متشابهه مع البحث بتاعك، بنسبه كام في الميه، 20% ولا 30% ولا 100%، وفين حته بالظبط شايفين الابداع في الذكاء الاصطناعي. طيب هنخش بقى على الجزئيه الثانيه، على الحاجه الثانيه الا وهي ايه، نفعل بس الليزر باللون الاحمر، ادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمه، ادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمه في ايه بقى، في اكستراكشن، استخلاص الداتا من البيبر. انا نزلت يا باشمهندس البيبر، انا عايز بقى اعمل اكستراكشن للبيبر بتاع الداتا بتاعتي ان الليميتيشن، ومن هنا برضه اجمع الداتا الريزلت الديسكشن الميثودولوجي. حد هيقول لي السؤال اللي دايما بسمعه، ايه يا دكتور ايه السؤال ده دكتور ابراهيم؟ هتقول لي انا دايما يا دكتور ابراهيم اجي اشتغل في شغلي الاقي دكتور سين شغال في البحث بتاعه بميثودولوجي معين، دكتور صاد شغال بميثودولوجي معين، دكتور عين شغال بميثودولوجي. انا ممكن يا دكتور ابراهيم انا عايز احطهم تحت بعضيهم، شغل الكلاسيك انا بمسك بحث بحث وامسك ورقه، لا النهارده بالذكاء الاصطناعي لو عندك 100 بحث 100 بحرف 100 ايه، لو عندك الاف الابحاث وعايز تقارن بين حاجه معينه ريزلت ميثودولوجي ديسكشن ليميتيشن اي حاجه تقارن بينهم بالذكاء الاصطناعي فوق ده كله باي لغه، حد يقول لي طب دي ميزه او ميزه، مش البايوتكنولوجي، في ناس في الصين بيكتبوا باللغه الصينيه، اي تخصص هتلاقي باي لغه. في الكلاسيك كنا بنعمل ايه، في الكلاسيك شغل الكلاسيك كنا بنسيب الابحاث الصينيه والايطاليه، انا شغال باللغه الانجليزيه ما اعرفش حاجه باللغه الفرنسيه، لا النهارده بقى من اي لغه لاي لغه. شايفين الابداع في الذكاء الاصطناعي؟ دي اول جزئيه.
دي بتاخد 3 4 محاضرات كده ايه، بنطلع فيها حرفيا فارمين اللي احنا عايزينه، وبنتكلم فيها بقى على رسائل الماجستير والدكتوراه وبالناس ازاي ننزلهم، ولو عايز رسالة ماجستير من دولة معينة ومن قسم معين بلغة معينة عايز تنزلها اللي انت عايزه. وخدوا بال حضراتكم كل الكلام ده متكلم فيه على كل اللغات، اللغة العربية اللغة الانجليزية اللغة الايطالية كل الادوات بكل اللغات. طيب البارت 2 هتتكلم عن ايه في البارت 2 يا دكتور ابراهيم؟ اقول لحضرتك بنتكلم على اول حاجة في البارت 2 هنتكلم عن ادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمه للجنرال رايتنج، زي ما خدنا السيرش رايتنج الجنرال رايتنج. يعني ايه جنرال رايتنج؟ حد طلب منك اكتب ريفيو، حد في الاندر جرادوت بتاع حضرات من حضراتكم وكاتب ايه، حد الدكتور بتاعه الاستاذ بتاعه قال لي يا ابني خد اكتب لي مقال على الموضوع ده، هقول تكتب انت وما تاخدش كله من الذكاء الاصطناعي وتاخد دي وما تاخدش دي. حد قلت طب الجزئيه دي انا واستاذ استفاد منها ايه؟ اقول لحضرتك عايز تقرا عن موضوع عام، مش هتكتب تحت ابحاث، عايز تقرا موضوع عام تكتب عن موضوع عام، تكتب بالجزئيه دي. حد من حضراتكم بوست جرادويت او ما شابه او زي كده مثلا ومش عارف يقرا بحث مثلا وليكن وعايز يكتب، او مش عارف يكتب او ما شابه ذلك وعايز يكتب او يقرا بالجزئيه دي برضه بالجنرال رايتنج. طيب هندخل بقى على الجزئيه الثانيه الا وهي ايه بقى؟ رقم 2 في الجزئيه دي ادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمه في الاكاديميك رايتنج. اكتب بقى شغل اكاديميك بس اكاديميك بدون رفرنس. حد يقول لي طب استفاد منها؟ اه طبعا هستفاد منها يا دكتور. اقول لحضرتك استفاد منها في جزئيتين. حد يقول ده من غير رفرنس يا دكتور ابراهيم؟ اقول لك حضرتك هتستفاد منها في اول جزئيه ان ده كلام اكاديميك جاي من ابحاث. طيب رقم 2 استفاد منها يا دكتور ابراهيم؟ لما يتقدم شويه في الدبلومه هقول لحضرتك لو عندك اي كلام لاي حاجه في الورقه البحثيه هجيب لك له ريفرنس، هتاخد الكلام زي ما هو كده وتحطه على داتا الذكاء الاصطناعي وهي تطلع لك ريفرنس، واقول لك في الريفرنس الجزئيه دي مش هتطلع لك ريفرنس وبس، لا انت تختار السنه اللي انت عايزها بتاع الريفرنس، المجال اللي انت عايز منها من سنه النشر، وتضيف على ده كله بقى انت عايز ايه الابحاث اللي تظهر لك ايه والابحاث اللي ما تظهرلكش، حاجه اسمها انكلود والاكسكلود. طيب الرقم 3 في الجزئيه دي يا دكتور ابراهيم ايه هي؟ اه الجميل بقى والروعه هنا بقى ايه؟ ادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمه في الاكاديميك رايتنج، بس بايه بقى النهارده؟ بريفرنس. يعني تكتب لي يا دكتور ابراهيم في الجزئيه دي لو عايز حضرتك اكتب لك ريفيو ارتكل متكامله اقدر اكتبها لك بفضل الله عز وجل، في ادوات متخصصه في الجزئيه دي بس هقول لك وقتها ناخد ايه وما ناخدش ايه. في الثلاث اجزاء دي بقى هنبدا نتكلم برضو على جزئيه رابعه مهمه جدا 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 الا وهي ايه؟ انا لو عندي جزئيه رابعه، انا لو عندي دكتور ابراهيم في الجزئيه الرابعه دي عنوان بحث عايز احوله، عايز اعاده صياغه، مش عارف اعيد صياغه، كيوردز عايز اجيب كيوردز بتاعته، عايز اجيب صوره، عندي موضوع عايز اتكلم عنه بس مش كاتبه باسلوب كويس، عايز من اكاديميك لاكاديميك اللي انت عايزه نتكلم عنه في جزئيه الكتابه. وبرضه مش كل حاجه بالذكاء الاصطناعي هبدا ولا بتاخد ايه وما تاخدش ايه. الجزئيه بقى رقم 3 هنتكلم عنها ايه في الدبلومه ان شاء الله عز وجل؟ هنتكلم على حاجات كتيره جدا. اول حاجه البارافريزنج، الناس بقى اللي عندها مشكله في البلاجاريزم وازاي اقلله والمشكله بتاعتهم ومش عايز ادفع الادوات، وهنتكلم عليها بالتفاصيل. وبعد رقم ايه ما نخش فيها؟ هنخش على رقم بي الا وهي البلاجاريزم. ايه هو البلاجاريزم وايه انواعه والادوات المستخدمه وازاي اقلله والكلام ده. طيب انا استخدمت ادوات هنا يا دكتور ابراهيم، استخدمت ادوات عشان البلاجاريزم، هيظهر عندي مشكله الذكاء الاصطناعي؟ اقول لك اه، هنبدا بقى نستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمه للكشف عن ادوات عن الذكاء الاصطناعي المكتوب بالذكاء الاصطناعي، اي كلام مكتوب بالذكاء الاصطناعي سواء كلام مكتوب او بيبر او فايل اي حاجه. طيب يا دكتور ابراهيم انت كشفت وطلع لي نسبه، اقللها ازاي احل المشكله؟ اقول لك هنخش على رقم دي. دي رقم دي بقى في اسمها هيومنايزيشن، الادوات المستخدمه في تقليل الكلام ده. طيب حلو يا دكتور ابراهيم انت كده قللت لي الذكاء الاصطناعي، خلصنا كده. اقول لك لا حاسب ده انت لسه عندك جرامرلي، ازاي اقلل الجرامرلي؟ والجرامرلي والبروف ريدنج، البروف ريدنج والجرامرلي الناس اللي عندها كارثه، في ناس كتيرة فيها كارثة، تقع في كارثة في المشكلة دي. ايه هي؟ خلصت البحث تبعت للمجلة، المجلة على طول في نفس اليوم تقول لها ريجيكت. ليه؟ لأن هو أصلا ما رجعش البحث ولا بروف ريدنج ولا لغة ولا شاف اللغة بتاعته كويسة ولا شاف الجرامرلي ولا عدل اللغة ولا عدل الجرامرلي والدنيا بايظة. لا ده أنا عدل الجرامرلي وشوف الأدوات
اللي مستخدمه في ده كله. طب حد هيتكلم بقى في السمرايزنج، في جزئيه بقى خاصه بالسمرايزنج. انا عندي كتاب عايز الخصه، عندي بتاع ده ابستراكت، عندي بيبر، عندي اللي انت عايزك نشتغل عليه في السمرايزنج. الجزئيه رقم 4 بقى في الدبلوم. الدبلوم دي فعلا يعني زي ما اقول لكم كده سبيسيفيك، مطلع فيها خبرة السنين زي ما بيقولوا، بحث علمي مع الذكاء الاصطناعي. رقم 4 بقى هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن ادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المانجمنت للريفرنس. شفته في اعلانات شفته في الاعلانات بتاع الالمانية للحشرات والكلام ده، يقول لك وداعا لكذا اهو النهارده، وداعا بقى للشغل المانوال وادارة المراجع. ودي والله انا شخصيا يعني عانيت منها، خلصت بيبر الفابيتيكال والمجله رفضتها، جيت ابعتها للمجله ثانيه طلعت سيريال نمبر، غيرتها كلها. تخيلوا اغير كلها بيبر او ريفيو ارتكل اغيرها كلها، يعني النهارده بتك الزرار اغيرها. حد يقول لي طب يا باشمهندس اغير من سيريال نمبر للفابيتيكال؟ اه. طب يا باشمهندس لو لقيت المجله بتاعتي عندها ريفرنس ستايل معين، بنجيبه. تاخد الاستاذ بتاع المجله تحطه على البرنامج، والبرنامج يحوله لك ويغير لك البيبر كلها. دي محاضره او محاضرتين بتكلم عنها بالتفاصيل فيها. المحاضره او الجزء رقم 5 في الدبلومه بنتكلم فيها عن ايه؟ 3 حاجات. اول حاجه الادوات الذكاء الاصطناعي العامه بقى، الادوات العامه زي الجيميناي والشات جي بي تي وغيرها المستخدمه في الترجمه بوجه عام. رقم واحد، هاي رقم واحد الترجمه. الناس كانت بتسال على الترجمه النهارده. رقم واحد الادوات المستخدمه عن الترجمه بوجه عام. طب رقم اتنين، لا انا النهارده بقى ادوات ايه سبيسيفيك بس لمين؟ للبيبر، لكتاب، لاي بي دي اف، تكست دوكيمنت بس سبيسيفيك ترجمه. حد يقول لي ايه يا باشمهندس انت نسيت الفيديو؟ لا خد بس نبك صدر نايبك صبر. رقم 3 هنتكلم عن ايه؟ ادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمه لترجمه الفيديو من اي لغه لاي لغه، عشان نلخص الكلام ما حدش يقول لي عربي وانجليزي وفرنساوي. الجزئيه رقم 6 والاخير، مش عارف الاخيره ولا اللي قبل الاخيره، الجزئيه رقم 6 الا وهي اه الجزئيه رقم 6 الاخيره بنتكلم فيها عن حاجتين في الجزئيه رقم 6 الا وهي اول حاجه بنتكلم فيها عن ادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمه في عمل البرزنتيشن وبنبدح فيها. والله لو الناس شغلة خاص، لو وريتكم النهارده مجموعه برزنتيشنات برزنتيشنز جروب اوف برزنتيشنز يعني روعه، وكله بالذكاء الاصطناعي. بس الايانه انا حاطط فيه برضو ايه لمستي، يعني هتعمل اللي انت عايزه بالذكاء الاصطناعي وتنزل اللي انت عايزه. يعني هتعمل اللي انت عايزه ازاي؟ يعني لو عندك برزنتيشن عايز تعمل 20 سلايد، 30 سلايد، 50 سلايد، 100 سلايد، سلايدين ثلاثه، تنزله بي دي اف، تنزله باور بوينت وتعدل عليه اللي انت عايزه، تشيل الكلام كله اللي اتكتب وتعمله اصلا من جديد، بس تنزل البرزنتيشن نفسه والباك جراوند وتعدل عليه ماشي، تعدل عليه اونلاين ماشي، تعرضه في مؤتمر ماشي، تعمل صور ماشي، اللي انت عايزه في البرزنتيشن. رقم اتنين بقى ايه؟ رقم اتنين ادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمه في ايه؟ عمل الصور اللي انت عايزها، الصور اللي انت عن اللي انت عايزها جنريتنج، او البوستر، البوسترات العلميه الناس اللي بتروح مؤتمر او بوسترات عامه، الفيديو. والفيديو دي لوحدها بينقسم لاكثر من قسم. اول قسم لو حضرتك عندك رقم واحد، لو حضرتك عندك الفيديو كلام عندك في فايل وعايز تحوله الفيديو بنعمله. طب رقم اتنين لو حضرتك عندك الفيديو كلام وصوت وصورة وعايز تحوله للغة تانية بنعمله. طب لو حضرتك عندك رقم ثلاثة، لو حضرتك عندك كلام زي اعلان على فيسبوك، لينك، صور وكلام وعايز تحوله لفيديو بيتحول لفيديو. وقلنا في ترجمة الفيديو بنعمل ايه. تمام يا دكاترة، يعني شكرا جدا لحضراتكم الاول ان قدرتوا تسمعوني للاخر يعني، وبعتذر على الإطالة. ولو في أي سؤال أو استفسار أي حاجة، دي أرقامي أنا الشخصية قدام حضراتكم، أرقام المنصة حالا أبعتها لحضراتكم. أي سؤال عن الدبلومة قبل ما يكون عن الدبلومة، أي سؤال في الذكاء الاصطناعي في أي جزئية في البحث العلمي تحت أمر حضراتكم، أساعد حضراتكم للجميع. إحنا دايما في كلوز سيركل. عايز تعجز الدبلومة أو ما تعجزهاش، ده حاجة في الآخر خالص. لكن لو عندك سؤال، عندك مشكلة في أي جزئية،
ذكاء اصطناعي وبحث علمي. اذا ما قدرتش اساعد هنصحك برضو بناس اساتذتي او اساتذه اعرفهم، هقول لك دول هيساعدوك افضل مني. عرفت اساعد هقول لك هساعدك بواحد اتنين تلاته. بالنسبه للينك الحضور اللي انتوا زعلانين عليه خالص او اللي انتوا بتطلبوه من بدري، لينك الحضور هاي دكاتره اتفضلوا سجلوا، والكل هنعمل له ان شاء الله شهادات. لينك الحضور هو، وبعتذر على الاطاله، وان شاء الله اذا كان لنا عايزين دورات في المركز ازاي نرتب مع حضرتك دكتور عزه، الرقم هو دكتور عزه تحت امر حضرتك وتحت امر حضرات الجميع. اللي عايز اي محاضره في المركز بتاعه او في الجامعه او في المركز القومي او في اي حاجه في اي دوله، انا تحت امر حضراتكم، محاضره محاضرتين ثلاثه خمسه مجاني عشان نفيد الجميع تحت امر الجميع. بس الفتره دي هتكون اونلاين، الفتره دي هتكون اونلاين، لكن لو الدنيا متاحت ليا اروح اوفلاين ما عنديش مشكله، ومجاني عادي خالص يعني. ولو الشرح ما عجبكوش انصحكم بناس تاني في الذكاء الاصطناعي وفي البحث العلمي افضل مني. دي رقم الارقامي هاي قدام حضراتكم، ودي لينك الحضور علشان الناس اللي بتسال على الشهادات. اللي ما عرفش يسجل في لينك الحضور يبعت لي اعمل له شهاده ونبعتها له، بس يا ريت مش الكل يبعت لي لينك الحضور او سجله فيه اللي انتوا عايزينه. في مشكله ابعت لي اسمك باللغه الانجليزيه ونعمل لك شهاده، ما فيش مشكله تحت امر حضراتكم. لينك اليوتيوب اللي هينزل عليه المحاضرة اهو، لينك اليوتيوب اللي هينزل عليه المحاضرة اهو، وهتلاقوا عليه جميع محاضرات المجاني هتلاقوها على اليوتيوب. بس للأمانة محاضرات الدبلومة عشان مدفوعة ما بننزلهاش على اليوتيوب، بننزلها على الناس المجموعة بس. وخدوا بال حضراتكم الدبلومة بيعمل لها مجموعة، وبنعملها مثلا يومين في الأسبوع، بتكون يومين في الاسبوع 30 ساعه تدريبيه، يومين في الاسبوع بتكون مسائي عشان الناس اللي عندها شغل. الشرح لايف زي ما احنا بنشرح كده، وبنسجل المحاضره بنبعتها لكم هي والماده العلميه اول باول. ولو في سؤال او استفسار في المحاضره اهلا وسهلا، اثناء الدبلومه ما فيش اسئله بتبعتوا على الواتساب في اي وقت ترد على الاسئله. لو ما فيش اسئله من حضراتكم انا ببعت لكم اسئله تجاوب عليها وتاسكات لحد ما بنطلع من الدبلومه اكسبيرينس زي ما بيقولوا. الاسئله اللينك اليوتيوب هو، ولينك التليجرام اللي هينزل عليه الشهادات اهو، خدت بال حضراتكم. ودي ارقام لينك الصفحه العامه بتاع الفيسبوك بتاعتنا. هي بنعمل على فكره على المنصه بتاعتنا محاضرات في جميع التخصصات، احصاء بكل البرامج اس بي اس اس وار واي في، في دبلومات شغاله كتيره جدا جدا عندنا في كل التخصصات سواء بايو تكنولوجيا او ذكاء اصطناعي او ما شابه ذلك. بس الدبلومه دي ان شاء الله تبدا في اول مايو باذن الله عز وجل. ارقام المنصه عند حضراتكم اهي، ارقام المنصه عند حضراتكم اهي، رقمي انا او رقم دكتوره ايناس. دكتورة عايدة أو الجميع اللي بيسألوا على عايزين إيه؟ لينك الحضور عند حضراتكم دكتورة عزة مشكورة قدرت تنزله. يا جماعة اللي عنده مشكلة في التسجيل الشهادات بس مش في الكل، يعني ثلاثة أربعة خمسة، مش هلاقي ال 1000 واحد اللي حاضرين أو 800 واحد كلهم داخلين على الخاص الشهادة، يعني خمسة ستة اللي عندهم مشكلة يبعت له. في حد بيقول لي ممكن تسجل لي أنت؟ ماشي أنا اللي أسجل لك مثلا؟ حاضر. ماشي مفهولي. المهم الارقام هي ارسلوني سواء على شهاده، بس مش الكل يرسلني على الشهادات يعني. واللينك عند حضرتكم سجله، دكتور عزه اللي احنا بننزل الشهادات على التليجرام لهدف بننزلها مرتبه، فبدل ما نعمل الشهاده بمبلغ بسيط بنعملها لكم مجاني. انا عشان ابعتها لكم مثلا يا دكتوره ابعتها لكم مطبوعه او ابعتها لكم على ايميل، هيعوز واحد مخصوص يقعد يعني زي انا كده يبعت لكل واحد على ايميله، او اشترك في خدمه بتدفعها بالدولار على جوجل ميتنج او الكلام ده يبعت لك الشهادات. عشان كده احنا بنعملها احنا بنفسنا وبنعملها مجانيه، دي الفكره.
اللينك مره اخرى. اتفضل يا دكتور. معلش يا دكتور، ممكن توضح امثله للبرنامج الريفرنس مانجمنت؟ في كتير، في عندك من اندنود ومندلي وزيتيرو، وفي ريف مانج، وفي ادوات كتيره. بس حد يقول طب من اندنود ومندلي كلاسيك؟ لا، هي يعني مش موضوع كلاسيك، موضوع ازاي تربطه بالذكاء الاصطناعي. وصلت يا دكتوره مايز؟ اللي عنده سؤال برضو في المايك، اللي عايز يتكلم صوت معايا، يعمل ريز هاند وادخله ما تحت امره يعني. يعني لو حد عايز يسأل سؤال صوت يعمل ريز هاند وانا ادخله، انا يعني ايه، اهلا وسهلا بالاسئله للجميع، سواء كتابه او صوت، انا تحت امر حضراتكم. دي ارقام المنصه، رقم الدكتوره ايناس ورقمي انا هم. اللي عايز حاجز الدبلومة أي حاجة تحت أمر حضرتك. دكتور الخاص، الكومنت الخاص بالهيستوباثولوجي مبني على الشرح، فكيف يعملوا الذكاء الاصطناعي؟ بترفعي له الصورة يا دكتورة عايدة وتقولي له اعمل لي يعني اشرح الصورة دي، أو وضح الصورة دي، أو اعمل لي كومنت على الصورة دي. دي في جزئية خاصة بيها، ما تقلقيش يعني. اي موقع من اللي النهارده، مش اي على فكره يا جماعه، مش لازم هيستوباثولوجي، اي حاجه. بالنسبه اللي خد دبلومه المره السابقه، الدبلومه المتقدمه هتبدا امتى؟ دكتوره عزه، الدبلومه المتقدمه الشرح شغال في الحجز، شغال فيها اول ما العدد اكتمل هنبدا فيها. لا، الشهادات ما بتنزلش على، ما بتتبعتش على ايميل، بتتبعت على التليجرام، ولينك التليجرام اهو. ممكن الشهاده يعني هيتم نشرها على النهارده، النهارده الاثنين على اخر الاسبوع يا جماعه. رقم التواصل هو قدام حضراتكم، انا عارضه قدام حضراتكم، رقم التواصل ده او ده، او اللي عند حضراتكم على التليجرام، او الارقام بتاعتنا هيتين. رابط التليجرام اهو يا دكاتره، او رابط التليجرام اهو. ما فيش كود تسجيل، كود تسجيل ايه؟ حضرتك بتسجل الايميل، اسم والايميل والباسورد، الاسم والايميل بتاع حضرتك والرقم السري وخلاص، وهتشوف انت عايز هتاخد دبلومه ولا مش هتاخد. ان شاء الله في نهايه الاسبوع دكتور اللي بيسال على الشهاده، الدكتور اللي بيسال على ازاي ننسق معاك عشان تعمل محاضره عندنا في المركز او في الجامعه، الارقام عند حضرتك، اتواصل معايا وانا تحت امر الجميع. الدبلومة عليها تخفيض 50% للجميع، عليها تخفيض 50%، بس حالا في عدد فيها حاجز منتظرين، بس العدد يكمل وهنبدأ على طول. طيب أعتقد مفيش أي أسئلة تانية يا جماعة. كيفية حجز الدبلومة للمرة مش المليون، 3 مليون، أرقام التواصل قدام حضراتكم، اتواصلوا عليها وإحنا تحت أمر حضراتكم، الرقم أهو قدام حضراتكم. ان شاء الله نلتقي بحضراتكم في المحاضره الاولى في الدبلومه، للي هيعجز الدبلومه واللي مش هيعجزها، لان المحاضره اللي هنعملها مجاني. نلتقي على خير، واعتذر على طاله، ولو حد زعل مني ولا حاجه في الاطاله او ما شابه ذلك، ولو كان في خطا او نسيان في مني، ومن التوفيق دي من ربنا عز وجل. ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.